بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. فترتنا الآن تبدأ. الشباب طبعا بدأوا معاكم اليوم بداية مبكرة على الإذاعتين، على الإذاعة العامة وعلى إذاعة الشباب، ومستمرين إن شاء الله إلى ما بعد منتصف الليل. يوم آخر من أيام عمان، 18 من نوفمبر المجيد، يوم الوطن، يوم عمان، يوم النهضة الحديثة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله. اليوم تطفي عمان شمعة مضيئة من شموع الخير والإنجاز. 44 عام من هذه المسيرة الظافرة بقيادة مولانا عزه الله منذ البدايات من 70 إلى اليوم، ومستمرين بنفس هذا النهج. الإنجازات عديدة وكثيرة، وفي البداية الإنجاز هو الإنسان، وهذا في الحقيقة ما بدأ به جلالة أعزه الله منذ البدايات، اهتمام الخاص بالإنسان وبتنمية الإنسان. وما بداية المدارس في تلك الفترة إلا الاهتمام السامي بالتعليم وبالإنسان. هناك بناء لصروح عديدة وكثيرة. نعم، نحن بالتوازي مع الاثنين، بناء للإنسان وبناء أيضا للصروح. نحتفي اليوم بهذه المسيرة على أمل بأن نستمر بنفس هذا النهج وبنفس هذه الخطوات وبنفس هذا الطريق الذي رسمه مولانا أعزه الله. ترحيب خاص بكل المستمعين المتابعين لنا من خلال بثنا المباشر في الإذاعتين، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. وأرقامنا للتواصل المتأكد كل واحد منكم عنده ولو تعبير بسيط، وكل شخص اليوم في بلدنا يعبر التعبير المناسب، وكلهم بطريقته الخاصة، امتنان، شكر، عرفان، انتماء لهذه الأرض الطيبة والولاء للوالد أعزه الله. أرقامنا 2-4-6-9-8-1-5-1. الدولي لمن يتابعنا من خارج السلطنة 00968، هذا مفتاح خط السلطنة، و 24-6-9-8-2-1-4 1-8 صح يا بدر، أشكرك. والرسائل النصية القصيرة على 90-45-6. اختبار لك أنك صاحي معي ولا لا. مرة ثانية الرقم 00968 و 24-6-9-8-2-1-8. ترحيب خاص ويشرفنا في هذه اللحظة، ويشرفني أن أستهل فترتي مع معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. معليكم، مساكم الله بالخير. مساء الخير أخ خالد، شكرا جزيلا على تشريفي بالحضور هنا في هذا الاستوديو، يشرفنا في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم المجيد. أهلا وسهلا بك معليكم، وكعادتك في مثل هذه الأيام في مثل هذه الفترات المفتوحة دعمك وتشجيعك تشجيع لكل الشباب الحقيقة، فشكرا على المبادرة. كرام، بارك الله فيك. خلينا نتكلم عن يعني، وإحنا جزء الحقيقة الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون من منظومة الدولة وفرحة أبناء الوطن والمقيمين والجميع بهذه المناسبة وهذا اليوم المجيد من أيام عمان الخير والمحبة. الهيئة ماذا تقول ممثلة برئيسها اليوم معالي الدكتور رئيس؟ باسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجميع موظفيها نرفع أحر التهاني إلى مقام مولانا جلالة السلطان المعظم وإلى جميع أفراد الشعب العماني الأبي بهذا اليوم العظيم، هذا اليوم المجيد، هذا اليوم الذي هو محطة، هو محطة نرى فيها الإنجاز وننجز فيها الجديد. والسلطنة منذ عام 1970 هي دولة حديثة بمقاييس بناء الدول، وهي دولة مبادئ
وربما هذا ما أرى ضرورة التشديد عليه وإيضاحه، أن السلطنة بقيادة المقام السامي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم هي دولة مبادئ، ومنذ اليوم الأول للنهضة المباركة بنيت هذه الدولة بلبنات المبادئ، بلبنة بناء الإنسان، بلبنة الانطلاق من التاريخ ومن الهوية الوطنية، الانطلاق من الهوية الوطنية من الماضي المجيد إلى بناء حاضر ومستقبل زاهر ومجيد أيضا. وهي دولة مبادئ في علاقاتها الخارجية، تنطلق من مبادئ راسخة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، احترام الداخل وعدم التدخل في قضايا الدول الأخرى، السيادة صحيح، واستقلالية القرار العماني بالضبط. هذه جملة مبادئ في العلاقات الدولية لعمان واضحة لكل ذي عينين، واليوم تدرس الحقيقة، واليوم تدرس وأثبتت نجاحها خلال هذه السنوات. نعم، على المستوى الداخلي فهي أيضا دولة مبادئ، هي دولة المواطنة ودولة بناء المؤسسات. الإنسان العماني في هذه البلد هو مواطن صحيح، والدولة تتعامل مع إنسانها باعتباره مواطن، ولا تميز بين مواطن وآخر صحيح. الجميع سواسية في بناء هذه الدولة بالضبط. والجميع يشعرون أن الدولة هي دولتهم صحيح، والجميع يشعرون أنهم مشاركون في صحيح. هذا البناء وبنفس الانتماء والانتماء. نعم. نعم. ويعني حينما يتحدث الآخرون عن التعايش، نحن نتحدث عن العيش، نحن لا نتعايش. الله نعم. العيش والبناء نعم هما قيم نعم بنيت بها هذه الدولة. 16 من هذا الشهر معاليكم، وأنت تذكر موضوع التسامح، العالم يحتفل بيوم التسامح العالمي. احنا معدين هذا الموضوع من زمان، وعمان الحقيقة نموذج في هذه المسألة. أنا أقول نحن لا نتعايش بمعنى أننا لا نميز أصلا بين فئات صحيح، يعني لا لسنا التعايش يفترض تنافر، أن لا ينبغي أن يكون الوضع هكذا صحيح. وإنما نحن نعيش ونحن أهل ونحن مجتمع واحد والحمد لله. يعني حينما يرى الإنسان العماني بلده يرى فيها الوحدة والوئام الداخلي صحيح. والبارحة نحن وصلنا من بروناي. نعم الحمد لله على السلام عليكم. الله يسلمك. وكنا في الأيام الثقافية العمانية وكل من التقينا به في مستويات الدولة المختلفة في بروناي، التقيت بصاحب سمو ولي عهد بروناي، والتقينا بمجموعة من الوزراء، والتقينا بمواطنين. وحيثما نتجه وحيثما نلتقي بمن نلتقي، الجميع يتحدث عن هذه البلد المبارك، عن السلطنة، سلطنة عمان، وعن سلطانها الحكيم الذي يكون له الجميع الاحترام والتقدير، والذي أنشأ مدرسة في الحكم وإدارة البلاد صحيح، وإدارة المجتمع أيضا تدرس مثل ما تفضلت. نعم. تدرس ويحتذى بها. حيثما ذهبنا كانوا يقولون نحن نأمل أن نذهب في طريق عمان ونصبح مثل عمان في خطها الداخلي وخطها الخارجي. نعم. والعلاقة اليوم عمرها مع بروناي 30 سنة الحقيقة، وكلها ولد ومحبة وأخوة. البروناي من اليوم الأول استقلالها استقلت صحيح. في عام 1984 نعم يعني صحيح. وفي تلك السنة أنشئت العلاقات بين عمان وبروناي، لكن مثل ما ذكرت كل ما التقينا به يتحدث عن عمان بمحبة ومودة صادقة، ليست مودة ومحبة الذي يريد أن يعني يتحدث بكلام مدهون وإنما الإنسان الصادق. كنا نمشي في الأسواق ونجد بعض السكان بروناي يرتدون زي العماني احتفاء بنا. جميل. الله. تقينا كنا في أحد الجماعات التجارية وإذا بنا بأسرة، في البداية اعتقدنا أنها عمانية، أب وثلاثة من أبنائه، والجميع يرتدي
الدشاديش العمانية، احتفى بكم، احتفاء بنا وسألنا، فقال أن الشخص هذا كان هنا في دورة تدريبية في عمان. في عمان ما شاء الله. ويكون الود لهذا البلد، ويعني يتمثل العمانية هناك. فالحمد لله أن هذه المبادئ التي أرساها جلالة السلطان المعظم هي مبادئ راسخة وتنطلق من تاريخ عمان ومن عزة عمان ومن مجد عمان لترسيخ حاضر بذات القيم وبناء مستقبل بذات القيم، والعمانيون يتمثلون هذه القيم. صحيح. الجميع كتلة واحدة في بناء دولتهم وفي استثمار هذه القيم لبناء لحمة داخلية وطنية الجميع يتمثلها والجميع يعيشها عيشة حقيقية. صحيح. وليست عيشة إعلامية. بالضبط. إيه؟ نعم. عليكم جلالة عزه الله، والله يعود لنا سالم غانم وشافى معافى يا رب العالمين، في خطابه المتلفز الأخير عمره 4 دقائق لكن أحيى النفوس الحقيقة. إلى اليوم سنظل نحتفي ومسيرات وفرح يتكلم ولم يغفل ولم يعني يتناسى هذه المسألة، أن المسيرة مستمرة وأن العطاء مستمر وأن المستقبل مشرق لعمان. كيف ممكن نترجم ما يذكر القائد الآن من خلال أعمالنا مع الدكتور؟ جلالة السلطان في خطابي هذا كان يشير إلى نقطة أشار لها غير مرة في أكثر من مرة. نعم. في إحدى اللقاءات هي الصحفية تحدث مولانا جلالة السلطان المعظم عن نفسه باعتباره صاحب رسالة. صحيح. وليس باعتباره حاكما بالمعنى التقليدي. أصحاب الرسالات هم أصحاب مبادئ وقيم، وتحدثنا سابقا عن القيم المشكلة لبناء الدولة العمانية داخليا وبناء المجتمع العماني داخليا وعلاقات عمان مع الدول الأخرى. فجميع العمانيين متفقون على الاستمرار في هذه المسيرة مثل ما أشار جلالة السلطان المعظم، بذات القيم هذه، بالتشبث بهذه القيم، قيم البناء وقيم العطاء وقيم التضحية من أجل البلد وقيم العيش وقيم التقدير وقيم بناء دولة المؤسسات التي تتعامل مع الناس مع المواطنين باعتبارهم مواطنين وليسوا رعية. صحيح. وإنما المواطن العماني هو مواطن في دولة حديثة يرفع رأسه ويشارك في شؤونه الداخلية، يشارك في بناء دولته من خلال المؤسسات الموجودة التي بناها جميع العمانيين بقيادة جلالة السلطان المعظم. يوجد مجلس عمان على سبيل المثال، مجلس الشورى ومجلس الدولة مجلسين. يوجد لدينا مجتمع مدني قوي. صحيح. قوي جدا ومحترم ويساهم في بناء الدولة ويساهم أيضا في بناء المجتمع. صحيح. يوجد لدينا اقتصاد خاص وقطاع خاص يشارك أيضا في بناء هذه الدولة. نأمل المزيد من مشاركته. بالضبط. في البناء. وبطبيعة الحال توجد حكومة واضحة المعالم في خططها وفي أهدافها، وهذه الجملة جملة العناصر المكونة لعمان، القيادة والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي كذلك، الجميع متفق على الاستمرار في هذه المسيرة، والجميع متفق على أن تكون المسيرة بذات زخمها القيمي، بذات زخم المبادئ التي انطلقت منها وبذات زخم وضوح الرؤية. صحيح. للمستقبل. أشرت إلى بروناي قبل دقيقة كمثال. نعم. كمثال. نعم. و يعني شرقنا وغربنا في السفر، حيثما نسافر الجميع يتحدث عن عمان بالمحبة وبالنمذجة. أن عمان نموذج. قبل سنتين التقيت بمجموعة من الباحثين هنا في مكتبي مشاركون في إحدى الندوات الدولية. نعم. ومن الأشياء التي كانوا يتحدثون عنها من كبار المفكرين على مستوى العالم أن عمان هي نموذج في العالم الإسلامي، وأشاروا إلى
نموذجين، نموذج تركيا، نموذج ماليزيا، نماذج ناجحة. نعم صحيح. من خلال معايير معينة في العالم الإسلامي، لكنهم يقولون أن عمان هي نموذج الثالث. نعم. اللي ربما يتقدمها تلك النماذج في بعض العناصر. فالمسيرة ستستمر إن شاء الله بذات مبادئها، ذات قيامها، وذات أهدافها. نعم. وذات نمذجة. أن النموذج العماني صحيح. سيستمر، وهو نموذج واقعي وليس نموذج يعني زخرف من القول. ونموذج حقيقي نعيشه جميعا، نلمسه، نشارك فيه. نعم. على ذكر النموذج معاليكم، كنت مرة تشرف في حضور محاضرة لأحد الأخوة المسؤولين الماليزيين في فترة من الفترات، وكانت كان بمرتبة وزير، وكان في دولة أخرى خارج عمان. فانصب الحديث الحقيقة من الحضور الإشادة بماليزيا وتجربة ماليزيا ونجاح ماليزيا. فذكر أن في كانت قيادة واعية، كان في خطة عمل مرسومة، الجميع تشارك في البناء، حكومة ومواطن. بس قال أنتوا في المنطقة العربية عندكم نماذج ناجحة، ذكر بالاسم عمان وبحكمة جلالة السلطان قابوس، وذكر نموذج عربي آخر. قال هذه النماذج القريبة منكم، هذه منكم وفيكم ناجحة. حلف قال والله أنا ما أعرف في الحضور أن بينكم عماني، ولا محتاج أساسا أن أنا أتملق أو أذكر هذا الكلام عشان يقال أن أقول في وسط العمانيين. أنا أول في دولة خارج عمان، ما في عمان، ولا أعرف أن بين الحضور من بينكم عمانيين. فكانت الحقيقة إشادة صادقة، فصفق الجميع بعد ما ذكر عمان واسم جلالة السلطان. المسألة خالد، المسألة بسيطة وواضحة للغاية. أنت أمام بلد بقيادة واضحة المبادئ، واضحة القيم، واضحة الأهداف. المجتمع يعيش مع بعضه بعضا صحيح. في وحدة واحدة. البناء، بناء الدولة واضح، وبناء المؤسسات واضح. وحينما نقارن بين عام 1970 واليوم نرى التقدم الضخم في شتى المجالات. طبعا. التعليم، الصحة، شبكة الطرق، الوعي، في كل الإعلام صحيح. في كل شيء. العلاقات الدولية العمان واضحة ومتوازنة، تنطلق من الواقع وليس من الوهم. واضحة، ولا بهرجة إعلامية، ولا بهرجة، ولا لا تسندنا بهرجة إعلامية صحيح. يسندنا الواقع ببساطة الواقع ببساطته، ولكن أيضا في عمقه الأعمق. حسنت. بالانطلاقه من قيم ومبادئ واضحة تماما. ولهذا يعني لسنا محتاجين إلى زخرفة. ولسنا محتاجين لأن يعني نطلع بألوان لامعة. صحيح. نحن نعيش الواقع، ونحن بثقل هذا الواقع وبعمقه نعيشه عيشا واقعيا تماما. صحيح. ولسنا مجبرين على لبس أقنعة معينة. لا. صح. ولا إملاءات حتى في كلامنا. هنا مثل ما ذكرت البساطة، نحن كما ترون هكذا نحن، لن نلبس أقنعة ولن نلبس أصباغ. صحيح. أبدا. نحن دولة واضحة بتاريخها العريق المجيد. بالضبط. الذي يدل على قوة بأس الإنسان العماني وعلى نقشه في صخرة التاريخ. نقش وجوده في صخرة التاريخ، ونقش رؤاه في صخرة التاريخ، ودون نفسه كتابة. بالضبط. ودون نفسه معمارا. ودون نفسه هوية. الله. فهذا الإنسان هو نفسه الإنسان الحالي الموجود حاليا، أنت وأنا والأخوة. نعم. الموجودون هنا والأخوة المستمعون. صحيح. الذين يستمعون إلينا الآن أحفاد. نحن أحفاد هذه استمرار. نعم. نحن استمرار. الله. وأحفاد، لسنا أحفاد بجينيين. لسنا أحفاد بالجينات. وإنما أحفاد حملت القيم، وهذه الدولة تأسست بالقيم وبالعلم وبالمعرفة. بالضبط. وبالإرادة
وبالأنا الحضارية. نعم. الهوية الحضارية. حينما أقول أنا عماني فأنا أعرف ثقل كلمة عماني. بالضبط. أعرف الجهد والنقش على الصخر الذي أنجزه الأسلاف. نعم. والأجداد. صحيح. وأعرف أيضا ما يحملني إياه من مسؤولية للمستقبل. الله. وهذا ما نعيشه حاليا. صحيح. معليكم في ظل المتغيرات العالمية في أمور كثيرة وعديدة وما تشهد اليوم للمنطقة، ويرب إن شاء الله يعني في هناك مساعي حميدة للتهدئة بمشيئة الله، ماذا مطلوب مننا اليوم خلال المرحلة القادمة؟ ماذا مطلوب من المواطن؟ ماذا مطلوب من مؤسسات؟ ماذا مطلوب من المؤسسة الإعلامية اليوم؟ وإحنا كذلك هكذا رسالتنا من القديم، وهكذا نهج جلال سلطان بأن نبتعد عن كل هذه الصراعات ونجنب عمان ونجنب أنفسنا كثير من هذه الأشياء. بالعكس، عمان دائما حمامة سلام، دائما تسعى إلى الخير في أمور كثيرة. يعني خير برهان يمكن المثال القريب الاجتماعات الأخيرة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني الأوروبي، وإن شاء الله يعني في مرحلة قادمة تسفر هذه اللقاءات بنجاح تجربة السلطة وغيرها من النماذج. فكيف اليوم في ظل ما نسمع ما نشاهده اليوم، في إعلام يشتغل على هذا الموضوع، اليوم في إعلام إلكتروني يشتغل على هذا الموضوع، كيف نحاول أن نبتعد؟ معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون، معالي الدكتور عبد الله الحراسي. هذا سؤال مهم للغاية، وجميع الأسئلة مهمة. بارك الله. ولكن هذا سؤال له قيمة خاصة. نحن نرى ما يحدث حولنا، ونرى كل المداخل أو المدخلات التي تصنع ما نراه حولنا وما ظهر منها وما بطن. بالضبط. وآخرين من دونهم لا تعلمونه والله يعلمه. في عمان نحن في وضعنا مختلف، مثل ما تحدثت نحن نتعامل ككتلة واحدة قيادة وشعبا، انطلاقا من عز عمان ومن هوية عمان ومن الحفاظ على عمان، وأن الماضي يحملنا مسؤولية نقل عمان بأمان وسلام وبناء وتنمية للمستقبل. فجميع العمانيين مدركون طبيعة الحال لقيمهم وقيم البناء وقيم الهوية وقيم المحافظة والمسؤولية التي تحملنا إياها جملة القيم هذه. فلا يوجد لدي شك أن الجميع العمانيين يحملون هذه المسؤولية للمستقبل ويحافظون عليها، بل أنهم يتعاملون مع ما يحدث حولهم بإصرار على مزيد من البناء وعلى مزيد من وضع بذور السلم ووضع بذور الطمأنينة الداخلية ووضع بذور مزيد من السلم الداخلي والترابط والتعايش والعيش كأسرة واحدة. الوطن هو أسرة واحدة. صحيح. هذا ليس كلاما نظريا، فكل أسرة ينبغي أن تحافظ على نفسها وعلى سلمها وعلى أمانها. يعني نرى ما يحدث في العالم حولنا. صحيح. نرى الأخبار، تستطيع فقط أن تفتح نشرة أخبار وترى ما يتصدرها من دماء. صحيح. وقتل وحالات من يعني مشينة في كل جانب، إلا هذه البقعة في منطقتنا، هي بقعة بناء وبقعة سلم. صحيح. وبقعة تشييد ومستقبل. جميع العمانيين يعني يعني أنا متابع جيد أستطيع أن أقول لما يكتب، لم أرى من يشذ رغم الحقيقة. لم أرى من يشذ، لأن الجميع يتمثلون هذه القيم. صحيح. يتمثلون المسؤولية، الجميع
نعم. طيب الاستثناء ورغم الاستفزاز احيانا معليكم المقصود ولا غير المقصود احيانا يعني عمان اكبر من الاستفزاز لا انا الاستفزاز يعني لاشخاص معينين ربما او غيره الاوطان يعني الكبرى تحتوي على الكثير صحيح وواسعة القلب وعمان قلبها واسع والعمانيون قلوبهم واسعة بالضبط ولكن مهما يعني تعددت الآراء فهو تعدد الثراء بالضبط. وتعدد التنوع وتعدد البناء المثري للمستقبل وليس تعدد تناقض وعلينا أن نحتضن بعضنا بعضا وهذا هو الحقيقة هذا هو ما يحدث بالضبط. حاليا بالضبط معليكم يعني حابين ننفرد كذا بتصريح ربما يكون الأول من معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اللي ربما قادم في المجال الإعلامي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العام القادم بإذن الله 2015 سيشهد تطورات كبيرة في العمل في الهيئة وفي منجزها الإعلامي سوف يتم تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبجناحيها الإذاعي والتلفازي وسيوجد شعار جديد للتلفزيون سلطنة عمان وشعار سيحبه جميع العمانيين بإذن الله إن شاء الله نعم وسيتم تدشين القناة التراثية بإذن الله التلفزيونية نعم. تمام بإذن الله هذا مهم وهي يعني القناة التراثية أو القناة ذات البعد الثقافي التراثي تصب في نفس المصب الذي نتحدث عنه هوية بالضبط. عمان صحيح. الحفاظ على هوية عمان ونقلها بمسؤولية للمستقبل نعم هذه بعض أهم الأشياء هذه من أهم الأشياء الضرورية افتتاح أيضا نقطة ضرورة الإشارة إليها ضمن العمل توسع العمل في الهيئة وهي افتتاح مكاتب في شتى محافظات السلطنة هذا الأسبوع يوم الخميس بإذن الله سنفتتح المكتب في البريمي والأسبوع القادم سيشهد افتتاح مكتبين للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في محافظة الداخلية في محافظة شمال الباطنة في صحار نعم فالعمل في تقدم كبير وهي سانحة يعني أشكرك على الإشارة إلى هذا الموضوع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتطور الذي تشهده أنا أتقدم بالشكر الصادق والحار والحقيقي القادم من الأعماق لجميع موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مختلف قطاعاتها على الجهد الضخم الذي يبذلونه والذي الجهد الاستثنائي الذي بذل في الأسبوعين الماضيين يعني جهد فعلا غير طبيعي يعني في نقل كلمة المقام السامي لجلالة السلطان المعظم في 5 نوفمبر إلى الشعب العماني وإلى العالم هذا جهد ضخم الكلمة السامية شوهدت في اليوتيوب أكثر من 1,000,000 مرة صحيح. أكثر من 1,000,000 مشاهدة صحيح. خلال أسبوع تخيل نعم. يعني هذا رقم ليس رقما عاديا صحيح. وما كان ليتم لولا جهود الجميع هنا في هذه المؤسسة العريقة التي رافقت النهضة المباركة منذ أيامها الأولى هذه بعض الأشياء التي أذكرها ومثل ما ذكرت يعني هي لحظة لابد من شكر جميع من يعمل في هذه المؤسسة العريقة ونحن هنا استمرار لأجيال سبقتنا وأجيال عملت في ظروف صعبة منذ 70s ظروف صعبة يعني مر بها الوطن ويعني وهي مؤسسة رافقت البناء العماني ورافقت بناء القيم العماني بل عززته و أخذته للحاضر وستأخذه للمستقبل بإذن الله إن شاء الله وإحساس المنتمين الحقيقة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بكل فخر أنهم يكونوا موجودين في هذا الموقع وفي هذا المكان مثل ما هو الإحساس لكل مواطن في أي مؤسسة يخدم فيها الحقيقة بلده ويقدم ولو شيء اليسير إحنا
في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نحاول أن نواكب هذه النهضة، نهضة كبيرة عملاقة. إحنا في الإذاعة والتلفزيون جزء من هذه التنمية التي تعيشها البلاد. أنتم لا تحاولوا فقط، أنتم ساهمتم مساهمة ضخمة، وهي مساهمة مقدرة من مقام سامي لجلالة السلطان المعظم منذ السبعينات. نعم. يعني في كثير من خطبه السامية هناك حديث عن الإذاعة والتلفزيون. صحيح. وأدوارهما، وحديث عن شفافية الإعلام، أن الإعلام الذي بناه جلالة السلطان هو الإعلام الشفاف الصادق، والصدق هو قول الحق وقول الحقيقة بلا مبالغة، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، قول الحقيقة والمساهمة في البناء. صحيح. وهذا ما فعلته هذه المؤسسة، وما فعله كل موظف في هذه المؤسسة العريقة منذ أيامها الأولى إلى هذه اللحظة التي نبارك فيها لجلالة السلطان المعظم وللشعب العماني الأبي على العيد 44، عيد المبادئ وعيد القيم وعيد الفرح، والفرح بكل المنجز، والفرح بمشاهدة جلالة سلطاننا المعظم وسماع صوته ورؤيته والاطمئنان عليه، والاطمئنان عليه. نعم. بصحة وعافية، وخطابه الصادق الذي ينطلق من قلب إلى قلب. الله. يعني كل عام والجميع بخير. آمين. ونتمنى الخير، ونتمنى مزيد من البناء، ونتمنى الألفة دائمة بإذن. آمين. الله تعالى. آمين. شرفنا، يعني كانت زيارة خاطفة لمعالي الدكتور، فيسمح لنا أن احنا وإحنا إعلاميين يعني ننتهز الفرص دائما، ففرصة أن يطل هذه الإطلالة وهو قليل الظهور للحقيقة رغم محاولاتنا المستمرة السابقة، لكن هذه المرة لا، يعني كانت الأمور مختلفة. شكرا جزيلا باسمكم جميعا لمعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا معاليكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا وشكرا للجميع هنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نتواصل على الهواء في بثنا المفتوح الإذاعتين، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء، إنه لمن دواعي سرورنا أن نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الأيام المباركة على مشارف ذكرى 44 لمسيرة نهضته الظافرة التي تسير وفق الثوابت التي أرسينا دعائمها منذ اليوم الأول لها. وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على ما يسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الأركان، ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنماء. وإنه ليسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. تفدى قابوس كل عيوننا، كل الأمر سيدي يفداك، تفدى قابوس كل عيون، كل الأمر سيدي يفداك، والصعب مولايلك يلا عسى ربنا يحماك، والصعب مولاي لك بيهون، يلا عسى ربنا يحماك، انت الوفا والكرم والعون، كل الفخر باسمك ولقياك، انت الوفا والكرم والعون، كل الفخر باسمك ولقياك، كل الفخر.
افتخر باسمك ولقياك. مرحبا بكم جميعا، احنا في بث مباشر خلال الاذاعتين، الاذاعه العامه واذاعه الشباب، في فرحه كبيره هي فرحه وطن. فرحتنا بيوم محفور في الذاكره وفي القلب وفي العقل، 18 نوفمبر. اذا كان هذا اليوم هو ميلاد مولانا جلال السلطان الله يحفظه، 18 نوفمبر، فهو ميلاد وطن، ميلاد شعب. هو المميز يمكن في عمان، احنا لنا تاريخين للميلاد، هو تاريخنا العادي الطبيعي اللي موجود في شهادات الميلاد، وتاريخ ايضا مرتبط ب 18 نوفمبر. كل واحد يتذكر هذا التاريخ، كل واحد له من المنجز الكثير في هذا اليوم، كل واحد مننا ساهم، لا يقول المساهمة البسيطة، كل واحد منكم ساهم مساهمة كبيرة في هذه التنمية الشاملة التي تعيشها وتشهدها البلاد. نرجع إلى البدايات، نرجع إلى 70، نرجع إلى 23 يوليو، كان يقود السفينة مولانا جلال السلطان. من خلفه؟ من ركاب هذه السفينة؟ جدي وجدك ووالدي ووالدك ووالدتك وعماتنا وخالاتنا أسرنا، الجميع كنا خلف
الربان خلف القائد هو من يرسم ونحن من يبني. وهكذا هي مسيرة عمان خلال 44 عام، وإن شاء الله مستمرة بنفس هذا العطاء. كل في مجاله يعمل، لا نستصغر أعمالنا نهائيا، لا نقول وهكذا ربما يخطر على البال أحيانا والله أنا شغلي بسيط. لا، شغلك بسيط، بس شغلك البسيط هذا يضيف للكثير، يضيف للكثير والكثير. ما في دولة، ما في مؤسسة، ما في مكان إلا قائم على عمل الجميع. محتاجين إلى العامل، محتاجين إلى المهندس، محتاجين إلى الموظف، محتاجين إلى الصياد، محتاجين إلى المزارع، محتاجين إلى التاجر، محتاجين إلى المدير، محتاجين إلى المسؤول، محتاجين إلى الوكيل، محتاجين إلى الوزير، محتاجين إلى الطبيب، محتاجين إلى المعلم، محتاجين إلى الطيار، محتاجين إلى كل المجالات، إلى كل التخصصات. الكل يعمل لبناء هذه الدولة الحديثة. أذكركم بأرقامنا، واليوم المساحة متاحة للجميع، وكل واحد منكم يعبر بطريقته الخاصة عن انتمائه، عن حبه، عن ماذا ممكن يقدم خلال المرحلة القادمة. 2-4-6-9-8-1-5-1 الدولي 00. ولمن يتابعنا ربما أيضا يتواصلوا معنا مجموعة من أولادنا وبناتنا الدارسين في الخارج، ولهم منا أجمل تحية. 00-968-2-4-6-9-8-2-1-8. رسائل نصية قصيرة 90-45-6. حبيبة، مرحبا يا حبيبة. ألو، مساء الخير يا حبيبة. مساء النور، كيف صحتك؟ تفضلي، وقفتي السيارة صح؟ تمام. لا، خديجة، ما حبيبة. خديجة، لا احنا من من كثر المكالمات هنا انا اقول حبيبة حبيبة، ما حد يجاوب. تفضلي يا خديجة. اهلا وسهلا بك، من وين يا خديجة؟ اهلا فيك. انت قبل شوي ذكرت ان لكل انسان له عيد ميلادين، صحيح، اللي هو عيد ميلاد الوطني وعيد ميلاد اللي هو انولد فيه. بالضبط، بس انا عندي عيد ميلاد واحد لأني أنا في نفس اليوم الولد. يا الله، يا أنك محظوظة يا خديجة، محظوظة محظوظة محظوظة. أنا ما أدري، أنا تعرفي أدور مدوار هذا اللي مولودين يوم 23 يوليو أو مولودين 18، سبحان الله. الحمد لله، أنا حظي في 18 نوفمبر. ما شاء الله ما شاء الله. أنت إحساسك اليوم مختلف؟ لا والله، إحساسي اليوم جدا ناقص، غير عن كل يعني عن كل أعياد ميلادي. ما شاء الله ما شاء الله، بحاجة موسى إنه يكون بيننا. يعني صحيح إن الشعب فرحان اليوم وكل شيء، لكن صدقني هذه الفرحة ناقصة. بس فرحنا هو قبل، فرحنا يوم 5 نوفمبر. سلت ما لعمان واحدة، سلت الدنيا كامل. الله الله، اتفق معك. إلى اليوم وبنظل إن شاء الله بإذن الله تعالى، والفرحة الكبيرة 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 في رجعته إلى بلده وسط أهله بمشيئة الله. أنا عندي أمنية واحدة بس في اليوم، وهي اليوم اللي هي أن الله يأخذ من سلام في يقيه. الله يطول في أعمارنا جميعا، ويطول في عمر مولانا، وخلينا نكون سند لمولانا، وخلينا نكون خلفه، وخلينا نكون بنفس هذا العطاء بمشيئة الله يا خديجة. نحن مع آخر حد، أبعد الحدود. يا رب يا رب يا رب. مشكورة يا خديجة، مشاعر صادقة، مشاعر جميلة وراقية من بنت من بنات عمان، ومو غريب عليكم نهائيا يا خديجة. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. مشاعر صادقة، وأحيانا المشاعر الصادقة ما حد يقدر يتحكم فيها نهائيا، والكلمة الصادقة نابعة من القلب، ويوم الكلمة تكون نابعة من القلب وصادرة من القلب وطالعة من القلب، تأكدوا أنها توصل إلى القلب بنفس هذا الإحساس الجميل. علي أبو الفضل، مساء الخير. السلام عليكم أخي خالد. أبو الفضل، كيف حالكم؟ الحمد لله، نشكر الله ونحمده، كل عام والجميع بخير. وانت بخير وصحة، وبلدنا وقائدنا، ويا رب يا رب يا رب كذا دائما من تقدم إلى تقدم. تفضل أبو الفضل. شكلك تدور شيء. تفضل للوقت يا أبو الفضل. يا هلا خالد، كيف حالك؟ طيب. تفضل، ألف سلامة لك، ألف سلامة، تفضل. الله فيك.
والله أنا الآن في طريق إلى صحار وتوقفت جانبا أخي العزيز، لدي تهنئة قصيرة وأيضا بعض الأبيات الشعرية. نسمع تفضل. صراحة بمناسبة العيد الوطني السعيد يسرني بكل فخر واعتزاز أخي خالد في هذا اليوم، يوم العز والفخر والمجد لعمان الحبيبة. يسرني أن أزف عاطر التهاني القلبية وحر التبريكات الزكية إلى مولاي المعظم القائد البار لهذا الوطن المعطاء، ضارعا إلى الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة الغالية على جلالته أعواما عديدة بالصحة والسؤدد والعافية، وكل عام وعمان الحبيبة في أمن وتقدم وازدهار. وشاكرا إياك أخي العزيز خالد على إتاحة هذه الفرصة المباركة الطيبة. بارك الله فيك، بارك الله فيك أبو الفضل، شكرا جزيلا لك. على ذكر صحار، اليوم منجز كبير الحقيقة تم افتتاحه في صحار، وهو مطار صحار، وهذه إضافة الحقيقة جميلة ورائعة، وبتكون لنا متابعة إن شاء الله ما بعد الافتتاح، والإضافة الجميلة اللي يضيفها مطار صحار لصحار ولشمال الباطنة وللاقتصاد إجمالا في عمان، والجانب السياحي والاستثماري وغيرها من هذه الأمور. اليوم ميناء كبير بعد ما تم نقل ميناء السلطان قابوس التجاري إلى صحار، اليوم مطار، اليوم سكك حديد، اليوم أشياء كثيرة تشهدها صحار وتشهدها كثير من المدن العمانية، النظرة مستقبلية استثمارية اقتصادية سياحية قادمة مرسومة لسنوات قادمة بمشيئة الله. أحلام مساء الخير، تفضلي يا أحلام. السلام ورحمة الله وبركاته، بس وقفي السيارة يا أحلام إذا كنت تسوقي. شكرا جزيلا، هذه بس يعني همسة ورجاء ومطلب نطلبه من الأخوة أثناء الاتصال بالبرنامج. يا أخي ياخذ يمين الشارع أو يسار الشارع، يتوقف للتواصل مع البرنامج المباشر المفتوح الآن. وفي شيء آخر أيضا، يعني نوطي بس على صوت الإذاعة حتى نقدر نسمع. عبد الله مساء الخير. مساء النور استاذ خالد، كيف حالك؟ تفضل اخ عبد الله، اهلا وسهلا بك، كيف صحتكم؟ كل سنه عمان بخير، عمان العز، عمان المجد، بألف صحة وعافية مولانا صاحب الجلال. امين، يحفظ الله ويرعاه ان شاء الله. امين. وقف سيارتك بس يا عبد الله من فضلك، وقف سيارتك بس من فضلك، وهذا رجاء خاص للجميع الحقيقة. أثناء التواصل مع برنامجنا مفتوح أتمنى يكونوا على يمين أو على شمال الشارع، إلا إذا كان يستخدم السماعة ويكون بسرعة طبعا معقولة. أنا متأكد أنها مشاعر صادقة والكل الآن، وهذه مساحة متاحة من خلال الإذاعتين، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، في فترة مفتوحة بدأناها من 6:30 مستمرين فيها إن شاء الله إلى ما بعد منتصف الليل. سالم مساء الخير. مساء النور. تفضل تفضل أخي سالم، أهلا وسهلا بي. أخوي أقدم أسمياس تهاني وتبركاتي لحضر صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. تفضل. حفظ الله ورعاه إن شاء الله، والله يعود للبلاد سالم وغانم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، آمين آمين. وإلى الشعب العماني إن شاء الله كامل إن شاء الله. أنتوا وين؟ وإلى الجيش السلطان العماني. نعم. والشرطة السلطانية العمانية إن شاء الله. وإلى الجميع الحقيقة، إلى الجميع. أنت من وين تتكلم سالم؟ أنا أكلمك حاليا من أبوظبي. من أبوظبي، سمعنا هناك في أبوظبي الآن؟ نعم نعم. من أبوظبي، تحية لك، تحية لك أخ سالم، وتحية أيضا لجميع أهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشكرا جزيلا على مشاعرهم الصادقة، وشكرا لأهلنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والجميع الحقيقة اللي يشاركونا هذه الفرحة وهذه السعادة اللي تعيشها البلاد هذه الأيام. شكرا جزيلا لك.
التحية طبعا للجميع لمن يتابعنا في داخل السلطنة أو في خارجها. شكرا للأشقاء في مختلف الدول حقيقة، دول مجلس التعاون، أهلنا في دول مجلس التعاون، دول العربية، دول الصديقة. شكرا للجاليات العربية الحقيقة والصديقة اللي يعيشوا بيننا وسط أهلهم في عمان، مشاعر صادقة جميلة. شاهدنا وتابعنا أيضا عدد من المسيرات الجميلة اللي قام بها مجموعة من أشقائنا وأصدقائنا، مجموعة من الجاليات. يعني ربما لو ذكرت يمكن أنسى يعني جالية أخرى أو دولة أخرى، لكن الجميع لهم منا كل تقدير وحب وامتنان، وفعلا هم جميعا يعيشوا وسط بلدهم، وسط أخوانهم، ومساهمين ومشاركين في هذه المسيرة. ننتقل بكم الآن إلى استوديوهات الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان وفيكم بالنشرة المحلية، وأستهلها بقراءة العناوين. السلطنة تحتفل اليوم بعيدها الوطني 44 المجيد بقيادة جلالة السلطان المعظم، وقد حققت نهضة تنموية شاملة. الاحتفال بتشغيل مطار صحار تزامنا مع احتفالات البلاد بهذه المناسبة الغالية. مسيرات الفرح والابتهاج بالاطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم حفظه الله تتواصل في محافظات السلطنة. إلى التفاصيل. تحتفل السلطنة اليوم بعيدها الوطني 44 المجيد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد حققت نهضة تنموية شاملة انطلقت بإرادة قوية وعزيمة صادقة من أجل تحقيق السعادة للمواطن العماني الذي يعتبر هدف التنمية الشاملة وثروتها الحقيقية. مع احتفال السلطنة بالعيد الوطني 44 المجيد تعود إلى الأذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية الحديثة التي انطلقت قبل 44 عاما إلى آفاق التقدم والازدهار والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، ولتمد يد الصداقة والسلام إلى سائر دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من إرثها الإسلامي وقيمها العربية الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق الحضارة الإنسانية، مهتدية بالرؤية السامية التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وكان جلالته أبقاه الله وهو يرسم خطط البناء والتعمير حريصا أن يسابق الزمن، فانطلقت مسيرة النهضة العمانية لتكون مزيجاً من الأصالة والمعاصرة، تأخذ من الآخر ما يصلح لها وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها. وكان الإنسان العماني هو المحرك الأول لهذه النهضة بما يمثله من قيم وسلوكيات ناصعة، مثله في ذلك باني مسيرته المضفرة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، الذي امتلك رؤية واضحة لما يتمناه لعمان الوطن والشعب الدولة والمجتمع، وتحمل مسؤولية إحياء حضارة الإنسان العماني واستعادة أمجاده وربطه رباطاً وثيقاً بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بينه وبين أرضه الطيبة. وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على ما يسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الأركان، ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنمو.
وقد استقت السياسة الخارجية العمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية، بعيدا عن الانفعال أو الاستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية، سواء كان الحدث محليا أو عربيا أو على المستوى العالمي. وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء كدولة سلام تسعى دوما إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها. ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة، فإن جهودها الخيرة ومساعيها كثيرا ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها، وهما أكسب السلطنة مزيدا من التقدير على كافة المستويات. وقد تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس، مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر إقليميا ودوليا. وتدخل مسيرة النهضة العمانية الحديثة عامها 44، وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيئ للإنسان العماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات. وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية والبناء. ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه. وقد كفلت السلطنة الحرية الدينية والفكرية للمواطن والمقيم على حد سواء، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان لا يمكن مصادرته. وتقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليها أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادئ احترام الحريات الدينية. وحرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير سائر المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا. وبالنسبة للقطاع الصحي، جاءت السلطنة في المرتبة الأولى عالميا في الاستعمال الفعال للموارد الصحية، وهو ما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض الطيبة. وتمثل الرعاية الاجتماعية للمواطن العماني صلب اهتمامات الحكومة العمانية. ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق، والتي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية. وإنه يسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. واستهلت السلطنة عام 2014 بإعلان أكبر موازنة في تاريخها، حيث بلغ حجم الإنفاق فيها حوالي 13 مليارا ونصف المليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015. وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها. وشهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية، تجسيدا للدور الذي تقوم به هذه الموانئ في جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي.
وتزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 44 المجيد، احتفلت وزارة النقل والاتصالات اليوم بتشغيل مطار صحار الذي يعد وجهة جوية جديدة للسلطنة، وإضافة مهمة للولاية كوجهة لوجستية وممر تجاري للخليج والعالم. رعى حفل التدشين معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات. إلى التفاصيل. تزامنا مع إشراقة شمس 18 من نوفمبر المجيد، تم افتتاح مطار صحار بعد أن استقبل أول رحلة قادمة من مطار مسقط الدولي، وعلى متنها عدد من أصحاب المعالي والسعادة والضيوف الحاضرين لحفل تشغيل المطار. وحول استخدامات المطار في الفترة الحالية والمقبلة، تحدث معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات لإذاعة سلطنة عمان. برأت والله الحمد ظهور بعض بوادر استخدام المطار حاليا. قد يكون الاستخدام الأكبر في البداية هو للصناعات والجانب التجاري وخدمة الميناء، لكن مع تطور الوجهات كما قلت أن هناك يعني كثافة سكانية جيدة، إذا استطعنا استقطاب بعض الشركات لرحلات الدول المجاورة، إذا استطعنا أن نبدأ رحلات من صحار إلى أيضا إلى صلالة خلال فصل الخريف وإلى أماكن أخرى، سيكون إنجاز جيدا. وحول جاهزية المطار والرحلات والخدمات التي يقدمها، تحدث سعيد بن عامر أبو سعيدي مدير مطابقة مطار صحار لإذاعة سلطنة عمان. المطار بشكل عام هو مطار مجهز من جميع النواحي لاستقبال أكبر طائرات الركاب الموجودة حاليا، وهي من طراز الإيرباص A380، حيث أن المطار يتكون من مدرج بطول 4000 متر وبعرض 60 متر، مجهز بإضاءة أرضية ومجهز بإضاءة اقتراب تساعد جميع الطيارات للنزول بسهولة على مدرج مطار صحار. طبعا بالإضافة إلى المدرج يتكون من معبرين للطائرات تؤدي إلى 4 مواقف للطائرات حاليا، من ضمنها موقفين لطائرة الإيرباص 380 اللي هي أكبر طائرات الركاب الموجودة حاليا. طبعا الافتتاح المبكر صار بجهود كثيرة وكبيرة بذلت من عدة جوانب، وأبرزها الشركة العمانية لإدارة المطارات، حيث قامت بإنشاء مبنى مؤقت للمسافرين بالإضافة إلى مبنى لمعدات المناولة الأرضية بالإضافة إلى محطة للإطفاء والإنقاذ. مطار صحار وجهة جوية جديدة لسلطنة عمان، حيث من المؤمل أن يتحول المطار إلى مطار دولي بعد جاهزية مبنى المسافرين الدائم. أما في الفترة الحالية فالمطار سوف يسير 3 رحلات يومية تتجه إلى مطار مسقط الدولي على طائرات من نوعية الأيرباص. أنجز العمل في المطار على 3 حزم تبقت منها حزمة واحدة. حسن بن علي الهنائي لإذاعة سلطنة عمان من مطار صحار. تتواصل الاحتفالات والأهازيج الوطنية المعبرة عن فرحة المواطنين بالإطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نظم اليوم أهالي ولاية بدبد بمحافظة الداخلية مسيرة ولاء وعرفان تعبيرا عن سعادتهم وفرحهم بسلامة جلالة السلطان أبقاه الله. بالروح والدم نفديك يا قابوس، هكذا بدأ طلبة وطالبات مدارس ولاية بدبد أثناء مشاركتهم في المسيرة الوطنية التي نظمها أهالي الولاية صباح اليوم. ففي الوقت الذي تشهد فيه مختلف ولايات محافظات السلطنة مسيرات وطنية معبرة عن الفرحة والابتهاج بالاطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم، فقد خرج أهالي ولاية بدبد في مسيرة حب وولاء للقائد المفدى، فجابت المسيرة الشوارع والأهالي يرفعون علام السلطنة وصور صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه. دكتور سيف بن محمد الرحمن مدير مكتب الإشراف تربو سمايل، نتحدث عن هذه المناسبة. تتشرف ولاية بدبد بالخروج في مسيرة حقيقة حاشدة للطلة البهية التي أطل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، وتزامنا كذلك مع احتفالات الولاية بالعيد الوطني المجيد. المهندس أحمد
محمد بن حمد بن حمود القاسمي، نتحدث عن هذه المناسبة الوطنية. الحمد لله رب العالمين، ما أجملها من مناسبة، وهذه المناسبة تتوالى على عمان مناسبة بعد مناسبة وفرحة بعد فرحة. كما قدمت فرقة الفنون العمانية الأصيلة بولاية بدبد لوحات تراثية غنائية عبرت عن هذه المناسبة العظيمة. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن خلفان دابي من ولاية بدبد. وفي ولاية جعلان بني أبو علي بمحافظة جنوب الشرقية، خرج الأهالي في مسيرة ولاء وعرفان لجلالة السلطان المعظم، معبرين عن فرحهم بإطلالة جلالته السامية. مسيرة ولاية جعلان بني أبو علي أكدت على صدق المشاعر لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة العيد الوطني 44 المجيد، والإطمئنان على صحة جلالته. بدأت المسيرة من أمام إدارة الإسكان بجعلان وحتى مكتب والي الولاية بمشاركة واسعة من الأهالي رجالا ونساء وأطفالا. وفي مقدمة المسيرة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله البوسعيدي والي الولاية، والذي تحدث عن هذه المناسبة قائلا: بمناسبة الإطلالة البهية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمناسبة العيد الوطني 44 المجيد، كانت هناك اليوم مسيرة عبر من خلالها المواطنون بهذه الولاية عما تكنه قلوبهم من مشاعر الود والإخلاص والوفاء لهذا الوطن ولبان هذا الوطن. أحاسيس تنوعة عبرت عن المناسبة، تناغمت لترسم لوحة تعزف ألحان حب الوطن والقائد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس السعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أرسى دعائم النهضة العمانية الحديثة، وأصبحت السلطنة تحتل مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة. صالح بن محمد الغنبوصي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية جعلان بني أبو علي. كما عبر المواطنون في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية عن فرحهم وابتهاجهم بالاطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. إنها المشاهد الاحتفالية الوطنية التي تناغمت مع تلك المشاعر النابعة حبا للوطن وجلالة السلطان. حول هذه الاحتفالية يحدثنا المكرم سعود بن سلامان الحبسي، عضو مجلس الدولة المشرف العام على الاحتفالية. ندعو لمولانا حضرة صاحب الجلالة بالصحة والعافية، وأن يعون سالما معافا. الحمد لله رب العالمين، استبشرنا بصحته عندما أطل علينا مخاطبا أبناء شعبه. نحن في ولاية المغيبي أطفالا وشبابا طلعت الولاية بأكملها في سيح النمى لتعبر عن فرحتها بصحة صاحب الجلالة. مهرجان الفرحة والأمل بولاية المضيبي ونيابتي سنا وسمر الشان جسد الكثير من المفردات الوطنية، فكان لأصحاب الخيل حضورا من خلال هذه الاحتفالية، حيث ركض عرضة الخيل وترويضها، كما كان لأصحاب الهجن ذلك التواجد من خلال الاحتفالية باستعراض لهنبل الهجن وركض العرضة. بينما تناغمت الفنون العمانية المغناة بكلمات وطنية عبرت عن مشاعر العمانيين بهذه المناسبة. سعيد بن سيف الحبسي، ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية. نظم مكتب والشليم وجزر الحلانيات مسيرة وطنية ابتهاجا وفرحا بالإطلالة السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وهو يلبس ثوب الصحة والعافية، واحتفالا بالعيد الوطني 44 المجيد. كما نظمت ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة اليوم مسيرة وطنية بهذه المناسبة بمشاركة واسعة من أبناء وأهالي ومدارس الولاية. ونظم أهالي ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة اليوم مسيرة ولاء وعرفان بهذه المناسبة. وصل إلى البلاد صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير هاري في زيارة خاصة للسلطنة تستغرق 3 أيام، وكان في استقبال سمو الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم البلاد صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وسعادة السفير جون ويلكس سفير المملكة المتحدة المعين لدى السلطنة. في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني 44 المجيد، يسر اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني دعوة الجمهور لحضور عروض الألعاب النارية التي ستقام بهذه المناسبة في تمام الساعة 8 مساء الغد، وذلك في المواقع التالية:
حديقة العامرات العامة، حلبان، غرب دوار الصمود، المركز الترفيهي للبلدية في صلالة. أخيرا إليكم حالة الطقس المحتملة في السلطنة خلال الساعات القادمة. يكون الطقس صحوا بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية واحتمال تكون السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية. وتهب على معظم محافظات السلطنة رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، ويكون البحر متوسط الموج على ساحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين، وهذه الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر. فيما تكون الرؤية الأفقية جيدة على معظم محافظات السلطنة وتكون ضعيفة أثناء تشكل الضباب. درجات الحرارة: في مسقط درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة مئوية، والرطوبة النسبية من 55 إلى 75%. وفي صلالة درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة مئوية، والرطوبة النسبية من 40 إلى 75%. هذا والله أعلم. ختاما للنشرة المحلية، هذا تذكير بالعناوين: السلطنة تحتفل اليوم بعيدها الوطني 44 المجيد بقيادة جلالة السلطان المعظم، وقد حققت نهضة تنموية شاملة. الاحتفال بتشغيل مطار صحار تزامنا مع احتفالات البلاد بهذه المناسبة الغالية. مسيرات الفرح والابتهاج بالإطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم حفظه الله تتواصل في محافظات السلطنة. شكرا لكم مستمعينا لطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات محرري هذه النشرة: منيرة الحناية، يعقوب الهشامي، علي الجرداني، سالم البلوشي، أحمد الدابي، نهاد الزجالي، وفي تنفيذها أمينة بنت ناصر العامري. وهذه تحيات محدثكم خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وكل عام والجميع بخير. وإنه يسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. أعمالنا في حماق أبوس مسعدها ما ترتضي غير الأول دوم في العالي، وتنور الدار خير بشوف قايدها أبوس للسلطنة هو ستر وظلال، أوفى وعودا التي بالأمس وعدها، مرتاح الشعب من أولها إلى التالي. بلادنا في حما قابوس مسعدها ما ترتضي غير الأول دوم في العالي، وعماننا في سما الأمجاد توجدها بيحب شعبها شجعان ورجالي، وتنور الدار خير بشوف قايدها قابوس للسلطنة هو ستر وظلالي، أوفى وعودا التي بالأمس وعدها، مرتاح الشعب من أولها إلى التالي. بلادنا في حما قابوس مسعدها ما ترتضي
وجدها بيحبها شعبها شجعان ورجال عمان فيها الكرم مدام رايدها كريم وقلبه رحوم في كل الأحوال بكل قناص يرمي ودوم صايدها قابوس صاد الزمن الأول مع الحال مسيرة بالوفاء. مرحبا بكم جميعا في يوم مفتوح وبث مباشر الإذاعتين في الإذاعة العامة وإذاعة الشباب الناس تشهدها في يوم مميز في يوم عظيم في يوم له من الذكريات الكثير والكثير 18 نوفمبر ميلاد قائد ميلاد وطن ميلاد شعب اليوم نبارك لأنفسنا الحقيقة ولأهلنا في شمال الباطنة ولأهلنا في صحار افتتاح مطار صحار إضافة جميلة لمجالات عديدة وكثيرة الحقيقة إذا تكلمنا في المجال الاقتصادي فنعم يضيف الكثير والكثير مجال الاستثماري والسلطنة ترحب بالجميع الحقيقة و عوامل النجاح للاستثمار مهيئة للجميع نعم يفتح هذا الباب ويفتح هذا المجال وإذا أيضا تحدثنا عن المجال السياحي فنعم المجال السياحي أيضا مطار صحار يفتح هذا الباب للكثير الحقيقة وهناك مقومات سياحية جميلة ليست الحقيقة مجال الآن لذكرها إن كان في عموم السلطنة أو في شمال الباطنة أو في صحار من هناك معنا معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات معالي الدكتور مساء الخير نور أخي خالد أهلا وسهلا بك كل عام وأنتم بخير معاليكم وأنتم طيبين وإن شاء الله الشعب العماني ومولاه وجميع بألف صحة وعافية آمين يا رب العالمين مزيد إن شاء الله من الإنجازات ومن التطور والازدهار هذا إنجاز الله آخر الله تعالى أن يكمل فرحتنا بعودة مولانا بمشيئة الله يا رب العالمين معليكم إنجاز آخر إضافة جديدة تضاف للإنجازات العديدة والكثيرة وهذا ما يعني تكلمنا عنه من فترة لو تذكر في لقائنا السابق من ثلاث أو من سنتين وكانت من المشاريع لسه على الورق اليوم احنا نحتفل بالافتتاح معالي الدكتور فنبارك للجميع الحقيقة هذا المنجز الكبير الحمد لله يعني وجهة جوية جديدة الآن في السلطنة مطار صحار لخدمة المنطقة الاقتصادية اللي يعني ندفع بها بقوة في صحار سواء كانت من ناحية المطار الموانئ أو المنطقة الحرة أو فهي ننظر لها الآن بشكل متكامل فهذا المطار يعتبر مكمل للمنظورة والمنظور والاستراتيجية اللي وضعناها للمنطقة هناك نعم. أيضا هو يعني سيسهم في تسهيل على الناس وإعطاء بدائل أخرى للنقل نعم. باستخدام الطيران نعم. احنا الآن بدأنا برحلات من مسقط إلى صحار كبداية إن شاء الله تلقى يعني نوع من الأقبال كم في الأسبوع كم رحلة الآن مخطط لصحار مع الدكتور ثلاث رحلات أسبوعية ثلاث رحلات أسبوعية من مسقط تكون الخميس والسبت والثلاثاء بقيمة أعتقد يعني السعر عمله 25 ريال 25 جميل للاتجاهين الاتجاه واحد 18 ريال طبعا يعني أنا يعني في بعض المصانع والشركات يعني بدأوا يحجزوا بعض المقاعد تمام لموظفينهم اللي يكونوا عادة يعني يتنقلوا في نهاية الأسبوع
إلى مسقط. بين مسقط وصحار وصحار ومسقط. مسقط وصحار. نعم. بس أنا زي ما قلت إن إحنا لازم على الأقل نبدأ. صحيح. ونجذب أول ونجذب اللي بعده ونبدأ بخطوط دولية إذا نقدر إلى صحار. وإن شاء الله يعني مخطط هذا في القادم من الأيام معاليكم، يعني هل مطار صحار فعلا خلال المرحلة القادمة؟ وأنا سمعتك أيضا لك محاولات مع بعض الخطوط الخارجية أنه ممكن إن شاء الله كذا خلال المرحلة القادمة ممكن تكون إلى صحار. يعني صحار في الكثافة السكانية سواء كان من المواطنين أو حتى من العمال الوافدة في البلد، في دافع لجذب بعض الخطوط، لأنه أيضا مطار مسقط حاليا يعني مزدحم. نعم. والحالي يعني وأيضا المواقف ما كفاية، فبعض الأحيان نعتذر لبعض الطائرات وكذا، حاول يعني ما نعتذر، لكن الآن في بديل آخر، فإحنا نقول لبعض الخطوط الدولية إذا تريدوا الآن سحار كبديل آخر فإحنا نرحب بذلك. ممتاز. وفي محاولات يعني شايف ان المساعي قائمه معكم، في النهايه يعني هي جدوى اقتصاديه طبعًا. هي ترجع للطيران، هي يعني هو يريد يشوف عدد ركاب كبير، عدد طبعًا. يعني مردود وهكذا. هل المطار مهيئ لكل انواع الطائرات معالي الدكتور الان؟ نعم، يعني كمدرج هو يستقبل أكبر طائرات العالم المصنعة حاليا، وهي الايرباص 380. ما شاء الله. هذه اللي تكون طابقين الطائرة هذه، وهي تعتبر الأكبر في التصنيع عالميا، وإحنا جميع مدارجنا الجديدة تستطيع استقبال هذه الطائرة. نعم، إن كان مطار مسقط الحمد. القادم، مطار صحار، صلالة، الدقم أيضا الآن أيضا مهيئ. كلها نعم. معايير المدارج 4 كيلومتر بطول، العرض، الإنارة، كل هذه الأشياء، الإضاءة قصدي، كلها مهيئة ولله الحمد. ومطار صحار بالفحوصات اعتمد مطار يستقبل مثل هذا النوع من الطائرات ولله الحمد. جيد. وبنجاح هذه الأشياء. نعم جيد دكتور. طبعاً نعم. مبنى المسافرين إلى الآن له كثافة يعني أو حجم معين. نعم. لحد ما ينتهي المبنى الأكبر يعني. بمشيئة الله. هو الآن على مراحل معاليكم، هل اكتملت كل المراحل الآن لميناء صحار؟ لمطار صحار. ميناء صحار بتكلم عنه بعدين لا يشاغلني أيضا. لا مطار مطار مطار, مطار صحار. لا ما يشغلك شيء إن شاء الله. لا في الخير طبعا يشغلني. مطار صحار طبعا هو بقة الحزمة الأخيرة إيه؟ هي مبنى المسافرين اللي بيتسع لنصف مليون مسافر. أيضا يضمن مبنى الشحن اللي هو مهم للميناء والمنظومة اللوجستية اللي موجودة هناك. جيد. لكن احنا قلنا يعني انه بالمبنى الحالي اللي بنينا، وهو مبنى يعني نوعا ما مصغر، مبنى جيد في قاعة مغادرين وقاعة قادمون وايضا الاجهزة وغير ذلك وانتظار، هذا المصغر يعني اللي الان افتتحنا به، وهذا يمكن ياخذنا الى يعني عدد جيد من الرحلات ومن المسافرين، وممكن يستقطب دولي يعني ما في اي مشكله. فاحنا يمكن هذيك يعني يمكن تسند خلال الاشهر القادمه، وتحتاج سنتين للتنفيذ. نعم، لكن كما يبدو معاليكم سرعت الخطى كذا في مطار صحار، يعني ربما أن الافتتاح قبل حتى موعده أو انتهاء هذه الحزمة ربما قبل المخطط لها. لا هو يعني الهدف الاستفادة من الاستثمار اللي حطيناه في المدرج وفي هذا البناء في المرة الأولى والثانية، هو هذا يعني يمكن أهم شيء في المطار. فأنت أيضا يعني تريد، أنا زي ما قلت نريد نبدأ ونستقطب بعض الخطوط. نعم. فما في داعي ننتظر لحد ما يعني نبني بالكامل وبعدين بعد عامين نبدأ نستقطب، بحيث أن لما ننتقل للمبنى الجديد منتقلين بمجموعة من الخطوط اللي استطعنا استقطبناها خلال هذه السنتين القادمات يعني. نعم. هذا هو الهدف يعني، مش التعجيل، ولا احنا ما نقدر نفتح الا باعتماد دولي طبعاً. للمطار، المنظمة الطيران العالمية
وهيئة ايضا الطيران المدني. فالمطار يعني مفتوح بشكل جيد جدا. نعم. لكن عشان نتدرج في الأحجام الكبيرة والنصف مليون وهذه الأعداد تحتاج المبنى. مارين على مراحل معينة معليكم. نعم. بالضبط. نعم. يعني إن شاء الله. معليكم اليوم مطار صحار نقل ميناء سلطان قابوس التجاري إلى صحار. سكة حديد أفتكر من البداية القادمة إن شاء الله. صحار ماذا يعني وراء هذا الموضوع دكتور من ناحية الاقتصادية الاستثمارية السياحية؟ ماذا ينتظر صحار شمال الباطنة عمان خلال المرحلة القادمة بمشيئة الله؟ هو يعني طبعا الآن واضح هناك يعني تركيز قوي من يعني لصحار أن تلعب دور اقتصادي في البلد وأيضا في المنطقة عموما. يعني صحار لها موقع استراتيجي قوي جدا، فهي يعني خارج مضيق هرمز. صحار يعني فيها بنية أساسية قوية، ضخت الحكومة فيها يعني مليارات جيدة. صحيح. وأيضا صحار بنيت على مفهوم البنى الأساسية المتكاملة، المطار، القطار، الميناء وغير ذلك اللي تربط بعضها ببعض. أنا أتوقع يعني إن شاء الله يعني إذا نظرنا من يعني بعد ما أعرف إذا الله أعطانا عمر 10 سنوات 20 سنة، صحار لها شأن كبير في عالم اللوجستيات والمواني والمنطقة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. وهذا يعني إن شاء الله يعني ما يعني الآن حاليا مع نقل الأنشطة طبعا صارت هي مركز تجاري، وأصبحت معظم التجارة والحاويات وكذا تخرج من مسقط إلى باقي عمان. بالضبط بالضبط. وهي الميناء الرئيسي أصبح الآن. مكتمل الآن الميناء معاليكم، هل مكتمل الميناء الآن من كل النواحي؟ ميناء صحار التجاري؟ نعم. مكتمل الآن الميناء؟ لا، هو الحمد لله الميناء طبعا بمواصفات عالية جدا ويستقطب السفن العملاقة الكبيرة، وفعلا بدأ يستقطب. هي فقط مرحلة الانتقال من مسقط إلى صحار واجهنا صعوبات وتحديات، وفعلا يعني ظهرت اللي هي ظاهرة التكدس اللي صار، ولها تبعات انتظار الشاحنات انتظار السفن. لكن الحمد لله تدريجيا يعني تغلبنا على هذا الوضع، والآن أنا أقيم يعني الميناء بوضعه الطبيعي وبمعاييره العالمية، مش حتى يعني المعايير اللي في عمان. وأيضا يعني يستمر هذا التحسن إن شاء الله يعني على نهاية العام يمكن يكون من أفضل مواني المنطقة إن شاء الله. نعم نعم. فهي مرحلة كانت شوية صعبة نوعا ما. طبيعي في 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 يعني في أي شيء. طبعا طب لا بحجم ميناء تجاري كبير ولا من السنوات الكثيرة، يعني من 74 في هذا الموقع وفي هذا المكان بهذا النشاط، مع يعني خلال السنوات الماضية شهد كثير من التطوير. نجي خلال فترة ننقله إلى مكان آخر، أكيد بيمر مثل ما تفضلتم الآن معلي. نقلنا بالكامل. طبعا كأنك تنقل اقتصاد كامل. أحسنت. من مدينة إلى مدينة. نعم. حقيقة يعني هذا اللي صار، وهذا هو الحدث، وهو حدث يعني كبير جدا. طبعا طبعا. حدث يعني طبعا في تاريخنا الملاحي هذا من القرارات الكبيرة. نعم. لكن أنا أرى أنه إن شاء الله هذا لمصلحة عمان. بالضبط. وإلى لأنه الإنسان لما ينظر إلى يعني المتتبع لعالم السفن والحاويات، السفن الصغيرة بدأت تختفي. نعم. من الوجود. إيه إيه. يعني كان الأول يقولوا 2000 حاوية هذه السفينة إن شاء الله. بعدين 2000 اختفت راحت للـ 4000 حاوية.
اختفت 6000 حاوية. تخيل. نعم. 10000 حاوية. ما شاء الله. الآن وصلوا 18000 حاوية. أيه. سفينة واحدة. وما تعرف بكرة إيش بيصير بعليكم. صحيح. فهذا الأعداد السفن الضخمة صعب تدخل ميناء سلطان قابوس. نعم. بسبب العمق وبسبب الرافعات. ما يعني لازم يتغير المين. والمكان المحدود ما عليكم والمكان المحدود أيضا. أي نعم صحيح. أما فحار لا قابل لمثل هذه الأشياء وهو يعني مصمم لمثل هذه وهو ميناء تخصصي. نعم. الحاويات في مكان البضايع العامة. نعم. في مكان السوائل في مكان فهو مهيئ بشكل. نعم. أكبر. نعم لا قرار شجاع ما عليكم. حتى شجاع. لو ما عملنا هذا النقل الآن أنا حتى بعد 5 سنوات 10 راح نضطر إلى مثل هذا. صحيح. الانتقال. نعم. تغير يعني فكر نقل حتى بعض الموانئ العالمية بدأت تعاني إن يقولوا إن هذه السفن بدأت تجيب أحجام كبيرة وإحنا ما مستعدين. نعم. وصايرة مشاكل. نعم. بعض الموانئ. معالي دكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أخذ منك كذا وإحنا يعني في غمرة الاحتفالات ب18 من هذا الشهر فرحنا. نعم وإنجاز كبير مطار صحار. نأخذ منك ربما كذا تواريخ معينة أو ربما إشارات معينة على المرحلة الأولى لمطار مسقط الدولي معاليكم. بتوقع هذا السؤال. والله يعني انت تبغى تقتل مفاجاتنا. لا يوم كله مفاجات معاليكم. لا هو الحقيقه جهود يعني شويه الان كبيره تبذل من جميع الجهات لان شاء الله افتتاح المرحله الاولى ويمكن تكون في ديسمبر ان شاء الله. هذا هو الخطه ديسمبر القادم. القادم ممتاز قريبا يعني ان شاء الله وصلنا يعني اسابيع بسيطه. عباره عن ايش المرحله الاولى معاليكم؟ المدرج الجديد. مدرج ممتاز. فلذلك بتتحول حركة الطائرات بالكامل على هذا المدرج الجديد. وهي خطوط يعني جوية جديدة تعتبر على هذا. ممتاز. البرج مع هذا المدرج. ايه البرج الجديد. ايضا مجمع مثلا الملاحة الجوية مجمع الأرصاد ايضا عندك مجمع مبنى هيئة الطيران المدني. بعض الطرق بعض يعني تعتبر انه الحزمة الاولى الحزمة الثانية الحزمة الرابعة كلها انتهت تقريبا. نعم. وهذه سنقوم ان شاء الله ب تدشينها خلال ديسمبر باذن الله. اذا هذا خبر حصري معاليكم. ها هذا خبر حصري معاليكم. ان شاء الله هو ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني انا ما اقدر اجزم 100% لان زي ما قلت هذه جهات كثيره. صحيح صحيح صحيح. الشرطه الامن المطارات الطيران العماني الخطوط الجويه العالميه الاخرى. صحيح. لان بنبلغهم انكم تنتقلوا الان الى مسار من مكان الى مكان جديد مكان فعمل يعني كبير. صحيح جداً. صحيح. بس ان شاء الله ننجح فيه بمشيئه الله. الشباب ما مقصرين يعني بابلين قصارى جهودهم. فيكم الخير والبركه معاليكم. انا يعني حتى وانت تقول لي الان في ديسمبر نهايات 2014 ايضا في لقائنا المباشر من سنتين او 3 سنوات اللقاء ذكرت لي معاليكم أنك في الربع الأخير من ديسمبر سيتم افتتاح الحزمة الأولى من مطار مسقط. ذكرت لك معاليك أنه ما باقي غير سنتين. قلت لي بذكرك في ذلك التاريخ. تذكر معاليكم. هو يعني جهد كبير يعني صراحة صار رائع. لكن هو الناس فرحتهم تكتمل مع مبنى المسافر. صحيح. هذا صحيح. هو يعني المنتظر بشكل كبير بإذن الله تعالى. وللأسف المبنى بعده شوية يعني بدأت ملامحه وفي بس ما هو بالوتيرة اللي شوية نطمح عليها. نزلنا مع المقاول مدفعه بشكل قوي بس ما ماشي بالقوه اللي نطمح لها. نتمنى خلال الفتره الحمد لله. مطار صلالة. نعم. تقريبا انشائيا منتهي. جيد. وتبقى الان الفحوصات ايضا التجريب هذا ياخذ وقت. يعني احنا ما نقدر نفتتح اي مطار الا اول شيء يعني جميع المستخدمين يقولوا لنا الامور امنه وجيده وتقدروا تفتحوا. هذا مطار ما عليكم يعني ما هين المطارات. ايه؟ تجارب يعني عالميه المطارات دائما
افتتاحاتها صعبة يعني. صحيح صحيح. تحصل مفاجآت تطلع يعني وقت التجريب. نعم. فإن شاء الله يعني على الأقل مطار صلالة إنشائيا يعني بنقدر نقول عن نهاية العام إنه انتهى إنشائيا. ممتاز. على موسم الخريف الأمور بتكون طيبة عندنا صح؟ والله نتمنى إن شاء الله. إيه في الصيف القادم. يعني أنا ما شبه خالص يعني مجرد حل. إذا خرجنا عاد التجريب وهذا إلى خريف أعتقد ما بنخليهم. الريد الخريف بإذن الله خلاص. في المطار الجديد. المطار الجديد. داخل المطار الجديد وجميل جدا حقيقة. رائع. إحنا شفنا أيام التصاميم. وتابعناه تلفزيونيا حتى أكثر من مرة. نعم. حتى الآن نشرنا بعض الصور بعد ما خلص الآن ويمكن في زيارة قريبة بنجيب الإعلاميين. جميل. في نوفمبر كعادتك كعادتك معاليك كعادتك يعني هذه دعوة جميلة. المطار وبعد هم بدورهم ينقلوا الوضع مطار صلالة إلى الناس. رائع. سؤال يعني. سؤال أيضا أهم شيء ما تبدأ الطرق. لا بديت الطرق ترى ما نخلص. صح صح. لا لا ما الطرق الطرق طريق واحد فقط معليكم. أسألك عن على المرحلة الأولى. لا 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 هذا احنا وعدنا ان شاء الله المستمعين حتى ذكرت لهم على الهواء باتصالي المباشر معك في فترة من الفترات ومشكور استجبت لدعوتنا في برنامج البث المباشر. ان شاء الله ما بعد العيد الوطني سنرتب هذا الموضوع معليكم بإذن الله تعالى. معليك بس أسأل عن المرحلة الأولى أو الحزمة الأولى للباطن السريع. تم الافتتاح أو خلال هذه الأيام أو ممكن كذا يعني ممكن تشير إلى شيء معين على هذا الموضوع؟ والله احنا فتحنا أول جسر فيه. إيه؟ اللي هو جسر عند حلمان. نعم معروف. نعم. هي وبقى شوية أعمال بسيطة جدا وإن شاء الله تنتهي خلال يمكن يوم الجمعة هذه يكون المكتمل بالكامل. جيد. محاولتنا اللي بعدها بيكون من هذا الجسر إلى نوصل البركة تقريبا. إيه؟ بأربع حارات جاهز مفتوح للحركة اللي هو يعني بيكون تقاطع بركة نخل يعني. ممتاز. ايه حلو. نأمل منتصف العام القادم هذا على 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 حلبان بركة مع عليكم. ايه حلبان بركة. حلبان بركة. نعم. يعني اتفقنا مع المقاول انه شوي يسرع نفتتح هذا الجزء. لكن المشروع بالكامل بيحتاج يعني. ذكرتم عليكم في تصريح سابق الى 2018 تقريبا تكتمل يعني الحزم كلها. يعني احنا نجتهد ان الطريق الرئيسي على الاقل قبل يعني لكن الاسناد بعض الحزم جاء قريبا يعني. نعم. بدايه عام هذا العام. نعم. فاحنا مجتهدين في هذا. يعطيكم الف. اتمنى ايضا انه يعني نقدر نفتتح اذا تريد خبر حصري. جدا جدا. طريق الشرقيه هذا طريق بدبد صور. بدبد صور. نعم. من بن بدبد الى ابره. مكثفين العمل ان الجزء الالتفافي على ابره من الطريق بحدود تقريبا يعني 18 كيلومتر من طريق بدر الصور انه يفتتح في ديسمبر هذا يعني الشهر القادم. الشهر القادم بمشيئة الله. ممتاز ممتاز. تعرف بالاخص يعني لما نقترب من ابره وكذا تكون هناك زحمه وحركه. صحيح صحيح. بعض الاحيان بعض الحوادث. فاحنا الطريق السريع القادم من بدبد الى طور هو التفافي على ابره يعني يبتعد عن المنطقه السكنيه وكذا. نعم. فاحنا مستعدين نفتح بسرعه هذا الجزء على الاقل ان شاء الله. يمكن الناس الشهر القادم يجربوا جزء. صح من صح. طريق الفراس حرام. لا لا وطال الانتظار الحقيقه على هذا الموضوع. ما عليكم احنا في لقاء سابق ان شاء الله والان نضرب موعدنا على الهواء ان شاء الله بتشرفنا في حلقه من الحلقات القادمه لبرنامج البث المباشر. اظن يعني نعتبر هذا اليوم هي الحلقه يعني. لا 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 هذاك موضوع الطرق عشان نفتح المجال للمستمعين. كل التحيه لك معالي الدكتور احمد الفطيسي. بالعكس يعني ما تقصر ما تقصر. نعتقد انه يعني لازم الناس يعرفوا مشاريعهم مش وصاير صحيح. وين واصلين هذا ما عنده اي مانع يعني.
نعم، كل التحية لك على الاستجابة. نفرحهم بعض الأشياء، نزعلهم بعض الأشياء، كلنا في سفينة واحدة ما عليكم، ويهمنا كل شيء. نعم نعم نعم، كل تحية معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وألف ألف مبروك لكم ولنا وللوطن ولصحار ولشمال الباطنة والجميع الحقيقة، افتتاح مطار صحار. شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا معالي الدكتور، شكرا جزيلا. شكرا لمعالي الدكتور رغم مشاغله، ونعرف أنه هو في الموقع، لكن شكرا أعطانا هذه المساحة، يعني تعرفنا على المطار وتعرفنا على أشياء كثيرة، وإن شاء الله في لقاء قادم مفصل سيكون معنا معالي في البث المباشر. كلنا قلب واحد، كلنا صوت واحد، للعناية عمان، للعناوة الصدارة، بالعمل والجدارة والرخاء والأمان. كلنا قلب واحد، كلنا صوت واحد، للعناية عمان، للعناوة الصدارة، بالعمل والجدارة والرخاء والأمان. كلنا قلب واحد، كلنا صوت واحد، للعناية عمان، للعناوة الصدارة، بالعمل والجدارة والرخاء والأمان. وإنه يسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. كلمة مؤثرة من الوالد القائد أعزه الله، وهو يهني أبناءه بهذه المناسبة وهو خارج البلد، يقول الأسباب التي تعلمونها. عجبني مجموعة من الأخوة، يعني من كم يوم وهم يرسلوا عن طريق الواتساب أو حتى من يتابع تويتر أو الفيسبوك أو حتى الانستغرام أو سناب شات أو أي وسيلة من هذه الوسائل، يذكروا كلمة الأب، نحن خارج البلد ونهنئكم للأسباب التي تعلمونها، يقولوا وهذا بلسان الجميع، وللأسباب التي تعلمها نحن نحبك. يعني تخيل هذه العلاقة، عشان كذا من يتابعنا ويرصد ما يدور في عمان باختصار هي هذه الملحمة الجميلة التي تتم بين الوالد القائد وبين أبنائه. القائد الوالد يحب أبنائه، فبادل الأبناء هذه المحبة، فنحن فعلا يعني بنفس واحد، بقلب واحد، نحبك ونعزك، ووفاءنا وإخلاصنا لوطننا ولك للأسباب التي أنت تعلمها. الآن المطلب ماذا سنقدم، ماذا سيكون خطنا القادم، هذا هو. وأتوقع الجميع على أتم الاستعداد لمرحلة البناء القادمة، وهذا ما يؤكد عليه مولانا جلال سلطان الله يحفظه بأن نكون دائما خلف قيادته لبناء وطن حبيب وعزيز ومتآلف ومتحاب، وفيه من العطاء الكثير والكثير، وينعكس على إنجازاتنا. نحن لا نتكلم كثير بقدر ما أعمال لا تتكلم عنها.
احنا في بث مباشر وحي في يوم مميز ويوم تاريخي 18 نوفمبر. احنا بين الاذاعتين الاذاعه العامه واذاعه الشباب، نقترب من الفتره الدينيه لصلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمحافظه مسقط وضواحيها، وان شاء الله يعني نتواصل معكم، نتواصل مع بعض المسؤولين، نتواصل ايضا مع مجموعه من الناس اللي بيكونوا معنا. معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، مساء الخير معاليكم. مساء الخير، مساء النور، كيف الحال، كيف الصحة؟ أهلا وسهلا بك معاليك، أهلا وسهلا بكم، كل عام أنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، ووطننا الغالي وجلالته بألف خير. آمين يا رب العالمين. اليوم إحساس مختلف معالي الدكتور. طبعا طبعا، بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا يسرني أن يهني مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه والشعب العماني بالعيد الوطني، وكذلك بالإطلالة السامية للمقام السامي لمولانا التي أثلقت صدورنا ورسخت حب القائد صحيح لشعبه الوفي. نعم نعم، ولا يسعنا إلا أن نجدد عهد الولاء والإخلاص والعرفان على المضي قدما خلف قيادته الحكيمة إن شاء الله، والذي بفضل هذه القيادة الحكيمة ورؤيته أصبحت التنمية الشاملة في كل ربوع السلطنة. بالضبط بالضبط بالضبط، ومجلس المناقصات الحقيقة يعني من ضمن هذه المنظومة الجميلة في البلد، وكلنا يعني كل مواطن أول ما يتابع أن في اجتماع لمجلس المناقصات معناته أن في مشاريع قادمة، أن في مسيرة مستمرة، يعني نوع من التفاؤل تزرعه لدى المواطن معالي الدكتور. طبعا هذه المسيرة صنعها قائدنا ومولانا، ونحن بهذه المناسبة نؤكد على المضي قدما خلف هذه القيادة الحكيمة ونضاعف الجهد ونتعاون مع الجميع للمرحلة القادمة من النماء والعطاء لهذا البلد المعطاء ولسلطانه الغالي علينا جميعا. نعم معاليكم، كيف احيانا ربما يعني تردوا على الـ على الـ على البعض اللي ينتاب شيء من القلق، وهذا قلق احيانا طبيعي مع يعني مع تذبذب اسعار النفط، البعض كذا يعني يقلق على المشاريع القادمه او على ربما ما يتم إنجازه الآن، أو ربما حتى مشاريع قادمة تسند لمؤسسات أو مقاولين لمشاريع ينتظرها المجتمع أو تنتظرها الولايات، هل هناك قلق معاليكم أو المسيرة مستمرة إن شاء الله؟ المسيرة مستمرة وبزخم أكبر بعون الله تعالى. بإذن الله تعالى. والمشاريع قيد الإسناد وفي الطرح مستمرة، وكذلك الأعمال مستمرة بزخم أكبر بإذن الله تعالى، لأن العمل وفق منهجية تكون نتيجته الاستمرار دائما. بالضبط بالضبط، وأنا أرجع إلى 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 أيضا يعني تصريح لمعالي درويش بن إسماعيل بلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، من ضمن ما سئل عن هذا الموضوع هل في تأثير لمشاريع قائمة أو قادمة، ذكر معالي لا، المسيرة مستمرة ومشاريعنا مثل ما رصد لها للحقيقة وقائمة، وهذا اليوم احنا نحتفي بافتتاح مطار صحار وبكرة منجز آخر، وفي هناك إنجازات قادمة بمشيئة الله. بمشيئة الله، والمراحل الأخرى قادمة والمشاريع مستمرة بإذن الله تعالى، وحزم ومشاريع البنية الأساسية مستمرة، وكذلك التوريدات وأعمال المجلس في استمرار مستمر إن شاء الله. إن شاء الله. أولادك وبناتك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات، كيف يعني خلال السنتين أو الثلاث سنوات كيف شايف نشاطهم وأيضا نشاط المجلس معهم، وهذا جاء أيضا بتوجيه وعطف أبوي الحقيقة من القائد الوالد مولانا جلال السلطان. نعم. اتجاه هذه المجموعة الرائعة من أبناء هذا الوطن. طبعا يأتي هذا في دور المجلس في دعم القطاع الخاص بصورة عامة. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أحد الروافد للاقتصاد الوطني، ومجلس المناقصات يقوم بدوره على الوجه الأكمل بالتعاون مع الجهات الأخرى فيما يخص تنفيذ اختصاصاته لإعطاء أعمال ومناقصات من المشاريع الكبيرة
إلى هذه الشركات وفق الآليات المعتمدة. طبعا عقدنا عدة لقاءات مع المعنيين ومع هذه المؤسسات وفي تواصل مستمر لدعمهم وتبصيرهم بآليات العمل وطريقة الأداء وتحسينه لتتطور هذه المؤسسات تقوم بدورها. نعم معليكم كم النسبة كذا يعني المتاحة الآن؟ النسبة محددة وفق القرار ما لا يقل عن 10%, 10% وكذلك الأعمال في جميع أعمال المجلس. ولكن هذا يخضع طبعا إلى نوعية الأعمال التي يقومون بها ودرجة تعقيدها. طبعا 10% هذا الآن أصبح حقيقة واقع بأنه لازم يلتزموا الجهات المعنية والشركات الكبيرة بإعطاء هذه النسبة للقطاع الخاص. وطبعا النسبة هذه تمر وفق برنامج المشروع. أحيانا المشروع يأخذ 4 سنوات وأحيانا العمل يقع في آخر نهاية المشروع. نعم. فالأعمال كلها تطرح في مناقصات عامة والشركات الصغيرة تنسق مع الجهات المعنية والشركات الكبيرة للتنافس على هذه الأعمال. نعم. خلال المرحلة الماضية مع عليكم كيف كنتوا تقيمون يعني عمل الشباب في هذا المجال تحديدا؟ الشباب طموح ومجتهد في أنه يحصل على المشاريع ويحسن من أدائه. طبعا هذه مشاريع تنمية وبنية أساسية يحتاج لها الكثير من الجودة والعطاء والأخذ بالأسباب. جيد. ووجدنا منهم تجاوب كبير وكذلك الجهات المعنية تحاول أنها تتواكب مع هذا التوجه. نعم. طبعا هذا يأخذ له خارطة الطريق ولكن العام الجميع يقف وراء تنفيذ هذه القرارات بالطريقة السلمية لاستدامة التنمية. نعم كل التوفيق لكم معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات. شكرا لهذه الدقائق معالي الدكتور. شكرا. ألف تحية لكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وكل عام ومولانا بصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. شكرا آمين. جزيلا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. أنا خلوني بس يعني أذكر الناس بموضوع كثير جميل يمكن أنتوا ما شايفين بس أنا حاس بإحساسكم. يعني الاستوديو تحول إلى شيء عجيب الحقيقة. استوديو إذاعة الشباب والإذاعة العامة والكرادور أو الممر بين الإذاعات عندنا هنا زينة بالونات نفاخات ورود حلوة أشياء رائعة جميلة. طاولة الاستوديو بعلم السلطنة الجميل خلفي علم وين ما اتجه في شيء رائع جميل. شكرا جزيلا لمن ساهم الحقيقة في التزيين والتجميل. أول شيء محل حدائق البيلسان أم بيلسان شكرا جزيلا لك على باقة الورود التي زينت فيها الاستوديو بهذا الشكل الرائع. شكرا لشبابنا أيضا. شكرا لسيف الهلالي. شكرا لسلمان المقيمي. ديوانية أيضا حلوة حلوة الديوانية. شكرا جزيلا لكم على رقيكم دائما في التعامل معنا في حلويات. لا هاي تماظر مسوتنهم. شكرا تماظر رائع جميل بأفكار كثير جميلة. في شيء هناك آخر بعد تماظر. شكرا لزميلتنا ليلى حارب ايضا لها اسهام كان جميل. عبدين ايش تسوي انت ما مسوي شيء؟ لا قاعد يصور. شكرا ابو صهيب محمود عبيد اليوم يوثق هذا البث المباشر بصور رائعه جميل. شكرا ابو صهيب. شكرا لكل الشباب اللي موجودين معي الحقيقة. بعض الأسماء أنا بذكرها فيما بعد. نتوقف للفترة الدينية لصلاة العصر وفي هذه اللحظات المباركة اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى يستجاب فيها الدعاء نرفع أيدينا إلى السماء ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ مولانا جلال سلطان وأن يعود إلينا سالما غانما معافى يا رب العالمين. نقول جميعا آمين. تفرد في العلا قدوسا
وتقدست آياته تقديسا. يا من ملكت الملك تنزعه وتعطيه، وكنت على الرئيس رئيسا، ووهبت بلقيس القيادة في سبا، ووهبت بلقيس القيادة في سبا، ووهبت داود الحديد لبوسا، ووهبت داود الحديد لبوسا، ونصرت أحمد حين قاد جيوشه، ونصرت أحمد حين قاد جيوشه، وحميت من كيد الفراعن موسى. احفظ لنا سلطاننا في عزة، واجعله من كيد العداء محروسا. ساعة سلطنة عمان. مستمعينا، يرفع الآن على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا، رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. قابوس عهدك نهضة جبارة قد حولت أرجانا تحويلا، أحييت فينا أمة تعلو على وطن ترى
في الوجود جميلا وبدا عظيما في الزمان جليلا وطن تراءى في الوجود جميلا وبدا عظيما في الزمان جليلا وطن به كل القلوب تعلقت وغدا تغرد باسمه تبجيلا أهدى له سلطان مجدا شامخا. لمن قال يوما إن الإنسان العماني هو أساس التنمية وهدفها، يرجع صدى الأيام وفاء ومحبة للقائد المفدى كلمات تردد: عشت للوطن سيدا وذخرا ورمزا ستخلده الأيام نبراسا مقيما. 18 من نوفمبر العيد الوطني 44 المجيد. وإنه ليسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. نرجع في فترتنا المفتوحة وبثنا المباشر الإذاعتين، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. يوم آخر من أيام عمان، يوم يسجله التاريخ، يوم يسجل إنجازات هذا اليوم، تاريخ يسجل ما أنجز خلال 44 عام من العطاء والجهد واستمرار لهذه المسيرة بقيادة الأب الوالد الحنون مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله. أرقامنا للتواصل مع فترتنا المفتوحة على 2-4-6-9-8-1-5-1 والدولي 0-0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8 والرسائل النصية القصيرة على 90-45-6. اليوم صحفنا كذا ازدانت بألوان قشيبة وجميلة ورائعة وبصور مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله وبملاحق أيضا تتكلم على ما أنجز خلال 44 عام من العطاء وهذه المسيرة المباركة. عجبني أيضا ملحق صدر في جريدة عمان: وعد ووفاء العيد 44 العيد الوطني. حقيقة وثق بالصور مجموعة من الصور ربما الكثير مننا لأول مرة يعني يشوف هذه الصور. نعرف أن لجريدة عمان ولجريدة الوطن أرشيف جميل الحقيقة خلال 44 عام، أو يعني ربما الجريدة الأولى كانت جريدة الوطن وفيما بعد جريدة عمان، فمعهم في الأرشيف مجموعة من الصور النادرة والحصرية على منجزات وفي صور أيضا الافتتاحات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله. فأنا أتابع هذه مجموعة من الصور النادرة لمولانا جلال السلطان الله يحفظه في مجالات عديدة وكثيرة ومختلفة، وهو موجود يتابع ويفتتح ويقترب من الناس بشكل مباشر ويستمع إليهم ويجلس معهم في نفس الحصير وفي نفس المكان بتلقائية رائعة وجميلة. صورة وهو يخطط مع مجموعة
المرافقين اللي يكونوا موجودين مع من أصحاب المعالي أو بعض المخططين الآخرين. صور التربية وأولادنا وبناتنا في تلك الفترة أيضا ماخذ مساحة جميلة في هذا الملحق. وكل ما نتذكر زيارات مولانا عزه الله إلى المدارس أو المؤسسات أو اقترابة أو أحيانا يعلم أو يشرح حقيقة يعني جلالته مدرسة ونداء في أول أيام بداية النهضة بأننا سنعلم أبناءنا ولو تحت ظلال الشجر، يعني كانت رسالة سامية من المقام السامي لأهمية التعليم. نتابع اليوم، يعني أفتكر صعب أن احنا نحصر ماذا كان وماذا تم وماذا سيكون خلال المرحلة القادمة، لكن فعلا كانت اهتمامات جلالته بالإنسان، وهذا الاهتمام بالحقيقة مستمر للتطوير وللتعليم وللتدريب. مع الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، تشرفنا في هذه الدقائق. مع الدكتورة مساء الخير. مساء النور الأخ خالد، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير معالي الدكتورة، وتحية ونتشرف بوجودك معنا في هذا اليوم المبارك والسعيد. شرف كبير، وبمناسبة مرور 44 عام على النهضة المباركة، طبعا في البداية يسرنا ويشرفنا أن نرفع أسمى التهاني والتبركات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أعزه الله وأمد في عمره وأنعم عليه بالصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. معاليكم يعني تحية لأولادنا في المدارس. نعم. تحية لبناتنا، تحية هي التدريسية، تحية للمعلمين، تحية للمعلمات، مدراء، مساعدين، هم اللي موجودين الحقيقة، يعني حسسونا كذا إحساس جميل، بكينا من دموعهم ومن تلقائيتهم ومن أشعارهم ومن لباسهم الجميل. يعني يوم 5 نوفمبر الإطلالة السامية المتلفزة لمولانا عزه الله، ربما التلقائية الجميلة لسجود أولادنا، شكر لله سبحانه وتعالى، أثرت فينا جميعا. الأدعية، لباسهم اليوم، ومن يتابعهم وهم رايحين إلى المدارس متوشحين كذا الوشاحات الجميلة، اللباس الزاهي، بعضهم صغار لابسين الخناجر، شيء راقي معالي الدكتورة. يعني هذول أولاد عمان الحقيقة وبنات عمان. هو أكيد بلا شك، وربما الأمر الملفت أنه أبناءنا الطلبة والهيئات التدريسية عندما استقبلوا الإطلالة السامية لمولانا وطمأنتوا للشعب العماني على صحته بتلقائية. صحيح. بتلقائية. الله. خرجوا بدون لا تعليمات من مدير عام ولا من بتلقائية. صحيح. من عندهم، وحتى ربما الأخ خالد يعني كانت في اتصالات متكررة من قبل المدارس ومن قبل المعلمين ومن قبل الولاة والمشايخ، يعني ينتظروا خبر عن جلالته. الله. وعن جلالته، وربما الاستعدادات يعني بدأت قبل ظهور جلالته الله يطول في عمره. آمين. وينعم عليه بالصحة والعافية. فهذا يعني أعتقد هذا الحب وهذا الولاء لهذا القائد الفذ والحكيم أنا أعتقد لم نشهده في أي دولة أخرى. صحيح صحيح. والمراقب يتابع، مميز بكل المقاييس، ومثل ما تفضلت هي التلقائية. صحيح. هذا اللي ميزه. هي. هذا اللي ميزه. يعني اشتياق الابن للأب، واشتياق الأب لأبناء، هكذا بيننا وبين قائدنا، هكذا يعني اشتياقنا لأبونا، فنعبر بطريقتنا الخاصة. الحمد نعم. لله. نعم. معالي الدكتورة، يعني من الكلمة السامية في السبعينيات البداية، سنعلم أبناءنا ولو تحت ظلال الشجر، إلى اليوم بعد 44 سنة، وزيرة التربية والتعليم، ماذا تقول باختصار، وماذا المرحلة القادمة معالي الدكتورة؟
مسيرة التعليم مولانا أرسى دعائمها في بداية النهضة، وعاطى التعليم أولوية قصوى، وكان متابع لكل تطوير ولكل مرحلة من مراحل أو لكل جزئية من مسيرة التعليم في السلطنة، ولكل مرحلة متطلبات. وكان مولانا أعزه الله هو اللي يعطي التوجيهات ويتابع باهتمام بالغ كل خطوة. والمتتبع لمسيرة التعليم في السلطنة يجد أنه التعليم مر بمراحل متعددة، وكل مرحلة لبت متطلبات التنمية، وهذا يدل على أنه لا يوجد تنمية بدون تعليم. صحيح. وصاحب الجلالة أعطى الأولوية القصوى في خطط الخمسية وفي خطط التنمية لقطاع التعليم، واليوم ترجم ذلك على شكل نجد الكوادر والكفاءات العمانية موجودة وهي تتبوأ المناصب. يا خالد، أنت وأنا وغيرنا ومعلماتنا والمسؤولين والموظفين كلهم مخرجات هذا النظام. بالضبط بالضبط. والحمد نعم. لله. نعم. والحمد لله. المرحلة القادمة ما عليكم أكيد تتطلب جهد كبير ومتابعة وربما مراجعات معينة، ونعرف يعني في مراجعات مستمرة في وزارة التربية والتعليم، وكان آخرها كان عندكم اجتماع أو ندوة التعليم وكانت مهمة الحقيقة، وخرجت بالعديد من التوصيات. ماذا سنرى خلال المرحلة القادمة مع الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؟ هو بلا شك الندوة أتت بتوجيهات من مولانا حفظه الله ورعاه، وأتت بعد قيام كافة الجهات في قطاع التعليم، والمقصود هنا وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة، بإجراء تقييم شامل لمنظومة التعليم لكل قطاع. طبعا بعد التقييم الشامل هذا، طبعا التقييم الشامل تم من خلال الاستعانة ببيوت خبرة وإجراء بعض الدراسات، ومشاركة أهم عامل في هذه الدراسات هو مشاركة أيضا بالنسبة لقطاع التعليم مشاركة الحقل التربوي. نحن نؤمن بقدرات المعلمين وأنهم قريبين من الممارسة الحقيقية في الميدان التربوي. في الميدان معاليكم. نعم. احنا نقول حقل تربوي. ايه صحيح. نزرع. صحيح صحيح. فطبعا تم في الندوة استعراض استراتيجية التعليم، وركزت على جوانب يعني مهمة جدا، من ضمنها جوانب متعلقة بالابتكار في التعليم، بتجويد مخرجات التعليم، بتمكين المعلم من خلال البرامج التدريبية، بتطوير منظومة التقويم، بوضع معايير لتمكين النظام من قياس مؤشرات، يعني من خلال مؤشرات محددة من قياس أداء النظام. فهناك جوانب كثيرة. بالإضافة إلى ذلك كان في مطلب أيضا وهو قانون التعليم، وتم طبعا الانتهاء من مسودة قانون التعليم، وكذلك تم مراجعة فلسفة التعليم، لأنه هي الفلسفة فلسفة التعليم هي تعتبر المنطلق الأساسي لتطوير التعليم. وأيضا جميع هذه المبادرات بالنسبة لفلسفة التعليم وبالنسبة لقانون التعليم شاركوا في إعداد هذه المسودات أيضا المعلمين وفئة من الحقل التربوي. نعم، كل التوفيق. احنا الحقيقة يعني اطلعنا وعملنا ايضا لقاءات مباشرة مع الأخوة المعنيين بهذه الندوة. سمعنا ان شاء الله ما طرح ان شاء الله سيكون على ارض الواقع. شكرا لجهود وزارة التربية وللتربويين في الحقل التربوي كما تذكرين دائما معالي الدكتورة. شكرا للمعلمين لمن يقوم الحقيقة بتعليم ونصح وارشاد اولادنا
وبناتنا والاقتراب منهم بشكل رائع وجميل. شكرا للمؤسسة التعليمية في السلطنة اللي بادل كل هذه الجهود. شكرا لكم معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، كل الشكر معاليكم وألف ألف تحية لكم جميعا. شكرا. شكرا وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. وإنه يسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. طلقت الشعر أبواب الكلام ودهشة الآذان، من حروف الشعر لما انكتب في كامل أركانه، وجبت الحلم من جيب السنين يصافح الإيمان، وفي كفي وفى عانق وطن يمسك بإيمانه، ورح تزرع على أرضي حروف وانبتت لعمان ثمر فيها العدالة ألوفة وقابوس لعمانه. قابوس لعمانه حمل كامل بلاده من مسندم لصلالة، وكان فخر يحكي به التاريخ للذكرى بإنسانه، وعانق شعب يبنو له ولاء لحضرته وعرفان، وأسس له وطن يقرأ كتاب وكان عنوانه يقولوا نبضهم واحد وصدر قلوبهم سلطان، يعيشوا لجل يوفوا للتراب ويرفعوا شانه، رجل في حكمته كل السلام اللي حفظ الإنسان، رجل لب الصحارين خضار وقام بنيانه، رجل أسس حضارة مجتمع متربع أهل الآن على عرش الخليج اللي يفتخر للحين بعمانه، رجل في بسمته تفرح شعوب في كامل البلدان، رجل زعزع يباس بغيمته بمطار إحسانه، رجل في هيبته تخضع ملوك ويخضع الهلجان عشان إنه وقف وقف معه عالم بعرفانه، رجل من طين لا 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 رجل من لولو ومرجان، رجل من مجد يفخر به وطن في كامل أزمانه، وإذا شاعر كسر كل القواعد يكتب السلطان أبد ما يفيد في وصفه، يوفي وصف سلطانه أبد ما يفيد في وصفه، أبد ما يفيد في وصفه، يوفي وصف سلطان، يوفي وصف سلطان أحمد المغربي. عندنا محمد المهري بعد شوي، بس اسمح لي محمد دقيقة بس، سيف كذا قال لي اشكر مجموعة أيضا من الأخوان اللي قاموا ب يعني حلوى على زهور على حلويات على كثير من الأشياء، قادينا للزهور والهدايا كوشات الأعراس، تهنئكم بالعيد الوطني 44 المجيد، وتدعوكم لزيارة فروعهم التالية في محافظة مسقط بالخوير بصلالة الجديدة مقابل وزارة الإسكان، صور سوق الشريه الجديده صحار جانب او جنب كارفور، للاستفسار 9980107 و923788، مصنع يعقوب بن صالح العبيداني الحلوى العمانيه بولايه نخل. شكرا جزيلا لكم كالعاده كذا زودونا بمثل هذه الاشياء الجميله، هاتفهم 9933317 وحدائق البيلسان للزهور والهدايا، تهنئكم بالعيد الوطني 44 المجيد، وتدعوكم لزياره موقعهم في العذيبه، هاتفهم 92442453 او 92173. محمد المهري مساء الخير. مساء الخير ابو محمد، حياك الله، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وصحه وسعاده، وكل عام وهذا البلد يتلألأ فرح ونتنفس فرح ونستنشق فرح ونستنشق وطن وأمان بأمان أبو محمد. اليوم تعرف سبحان الله، يعني ربما على كثرة ما نسمع من اللقاءات في الإذاعة وأيضا من خلال التلفزيون، أشكال البيوت، أشكال السيارات، جدا المحلات، أنا قبل شوي كنت أيضا في أكثر من محل، شركات الاتصال والمحلات الخاصة، حتى يعني محلات المواد الغذائية، الأسواق أصبح أنا ما أعرف، أحس أنه وكأنه بعض الخطاب السامي أستاذ خالد
ما أعرف كأنه صاحب الجلالة يعني ما أعرف أصبحت توأمة عيد. وهي كذلك وهي كذلك. في شيء طبعاً غريب. طبعاً. الناس كلهم فرحانين. أبداً ما في شيء غريب. في حب متبادل. في ملحمة يعني وطنية جميلة نعيش في هذا البلد. أبداً. يعني أنا أبغاك لو مريت الاستوديو عندنا تشوف شبابنا خواتنا الجميع الحقيقة وشاحات صور مولانا جلال السلطان الخنجر خالد حتى على مثل الوزارات صباح عندنا في وزارة التربية والتعليم نعم إفطار جماعي وسووا نشيد وطني الله الله المعلمين المجيدين المشرفين كانت ملحمة وطنية جميلة ما أحس أحسن كلامنا 28 حرف الله الله وين موجود يا محمد المهري؟ أنا موجود في مركز البهجة يعني فعلا مركز البهجة الآن في بهجة كثيرة من الناس يعني الناس يتجولون هنا وهنا رايح. حسيت أنه في شاب كذا كان جالس على طاولة وأنا تعرف الخالد أحاول بقدر الإمكان ألا أكون التلقائي يعني التنظيم في بعض الأمور يفقد للأمور طبعا حاجة. طبعا التلقائية جميلة شفت الواحد وكذا فجيت كذا حسيته انه شاب جارس ينتظر حد تعرفت عليه محمد البوسعيدي من أدم من المحافظة الداخلية وقال تفضل الناس يستغربوا لما يشوفوا مثلا هاتف لو طالع على الهواء ايوه قلت له نحن اليوم عيد وطني قال نعم كل عام وخير وكذا قلت له محمد جميل انك تتكلم عن العيد محمد مساء الخير النور النور محمد العيد الوطني شيخ سيارتك ولا ايه أكيد هو هذه بادرة وطنية يعني بادرة وطنية من كل شاب هذه روح الوطن يعني واحد أكيد يعني بادرة وطنية 18 نوفمبر يعني أكيد يكون لكل شاب لكل روح في عمان بادرة وطنية تكون يعني طيب محمد ذكريات في العيد ذكريات جميلة تزيين السيارات أول شيء أيام كنا زينا الفصول والمدرسة وكذلك الفرحة طوارئ يعني طوارئ أكيد أكيد يعني شيء جميل صراحة أيام العيد يعني أيام 18 نوفمبر من كل عام يعني طلالة المقام السامي محمد هذا السنة غير يعني السلطان بعد طول انتظار 4 أشهر فجأة في خطاب للمقام السامي فجأة سجدت عمان شكر لله سبحانه وتعالى فجأة تحس أنه تنافر الدموع وكأنها يعني تقطر هكذا الدمعة نفسها وكأنها مش قطر الدم عادية كأن ماء روح يعني هذا الشخص أعطانا قال أنا موجود يعني حسسنا بهذا الروح موجود ماذا تمثل لك هذه اللحظة؟ أكيد هذه اللحظات كانت لحظات طيبة لأنه صاحب الجلالة سلطان قابوس يعني كان بصحة وعافية ونشكر الله والحمد لله من مجرد ما سمعنا صوته يعني والدموع يعني كانت موجود يعني شكل كل روح يعني من كثر حبنا له يعني مجرد ما سمعنا الصوت ماله على طول بكينا يعني ما شاء الله يعني دام انه هو بصحة وبعافية وبسلامة يعني عمان بخير نعم. عمان بخير طيب محمد رسالتك للشباب المهري السؤال الأخير المهري بس عشان الوقت المهري السؤال الأخير هذا الخطاب رسالتك للشباب اللي يستشعروا هذا الحب الجميل حتى على مستوى الرياضة نحن أمس منتخبنا كنا في بيوتنا يعني حالات غريبة فرسالتك للشباب العماني كشاب رسالتي للشباب نحب وطننا نحب نحب اكيد يعني كل شاب يحب الوطن يحب نحب وطننا هذه وطنيه من الداخل يعني شعور يعني لا يوصف يعني ولا يقدر بالكلام اذا قلت اعبر لك من اليوم لحد باكر يعني شعور لا يقدر تحيه طبعا للمهري وللأخ الكريم اللي موجود مع تحية وتحية لمن يحتفي ويحتفل بهذه المناسبة الجميلة والعزيزة احنا في بث مباشر وحي الإذاعتين الإذاعة العامة وإذاعة الشباب ما أعتقد يعني خاصة وأنا أقول في فترتي تمر هذه الفترة من دون ما يكون واحد أنا أعزه وأحبه والتقي معه كل سبت الحقيقة على إذاعة الشباب من الثانية للرابعة لا وصادف أن بعد بدر موجود معنا شيخ سالم النعماني أبو محمد حياك أبو محمد كيف الحال طيب ساك الله بالخير ساك الله بالنور أمور طيبة ما شاء الله جدا شايف الحمد لله بهانس شايف والله أمور جميلة بهانس شايف باللهجة ما يعرفوا أولادنا اليوم بهانس ما أنسى أنا أشياء قولهم يعني البهانس يعني حلوة وشوية كيك وشوية مكسرات وفراخ وغيره حول شيخ اليوم يوم آخر اليوم يوم مميز اليوم يوم الوطن اليوم يوم القائد اليوم يوم الجميع الحقيقة
جميل جدا، ولذلك اليوم حق لكل إنسان أن يسعد بذلك ويتذكر ما تم بناؤه. نعم. وينظر إليه بعل أن هذه كل ما رأيت شيء حسنا تزداد مسؤوليتك أمام الله تعالى وأمام عباد الله سبحانه وتعالى. صحيح. وأمام ولي الأمر. نعم. ولذلك هنا كل إنسان يشعر بالمسؤولية وأن لا بد أن يقدم شيء. إيش الذي أنت تريد تقدمه؟ أنا أتصور أن يكون الإنسان خلينا نقول عادي، لا يكلف نفسه ما يكون ما يتقمص شخصية غيره. أحسن. بما تقدر. وكل واحد في مجاله. نعم. وكل واحد في مجاله. جميل. لا يقول والله أنا ما عندي يا أخي مقدرة، أو أن أنا بعزل نفسي والآخر هو بيقوم بهذا الواجب. بيك الحكي. صح. استأذنك بس الشيخ معالي الدكتور فؤاد ساجواني الآن وزير الزراعة والثروة السمكية. معالي الدكتور مساء الخير. مساء النور والسرور، وكل عام طيبين أخي خالد. كل عام وأنتم بخير. ماذا يمثل لكم كمواطن وكمسؤول في البلد معالي الدكتور هذا اليوم؟ والله يا أخي يعني الناس يوم ما تتحدث بألسنتهم وإنما تتحدث بقلوبهم. صحيح. العيون يعني تتحدث، القلوب تتحدث، وهذا يستوجب الشكر للباري عز وجل بالحمد والثناء الحمد لله على نعمائه وأفضاله وعطاياه على هذه الأرض الطيبة وعلى قائدها المفدى من أبناء شعبه الوفي. طبعا هذه هي يعني هذه مناسبة اليوم الأخير للذكرى 44 للعيد الوطني المجيد. يشرفني في المقام الأول أن أرفع لمولاي حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسماء آيات التبريكات وأخلص الأمنيات. نسأل الله أن يعيده على مولانا وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر الوارث المديد. آمين. وأن يعود إلى أبناء شعبه الوفي مشافا معافا تحت الرعاية والعناية الإلهية ليستكمل مسيرة الخير والبناء في بلد الخير والمحبة والعطاء. آمين يا رب العالمين. مع الدكتور وإحنا نتكلم مع وزير الزراعة والثروة السمكية اليوم، المجال الزراعي في أي دولة مصدر من مصادر الدخل. اليوم الثروة السمكية مصدر دخل مهم لكثير من الدول اللي ربما لا تعتمد على غاز أو على بترول أو على أي منتج آخر. اليوم دول كثيرة قائمة على الزراعة وقائمة على ربما الثروة السمكية وقائمة على السياحة وغيرها. السلطنة أيضا يعني نتوقع، وهذه من سياسات مولانا عزه الله منذ البدايات، أن لا يكون اعتمادنا على مصدر واحد فقط وهو البترول المتذبذب أحيانا أسعار بين فترة أخرى مثل ما حادث الآن. فكيف سنستفيد اليوم بكرة معاليكم أن تكون الزراعة مصدر من المصادر المهمة للدخل في الدولة، وأيضا المجال الثروة السمكية، وإحنا يعني ما شاء الله على بحر عمان وبحر العرب. نعم. يعني أولا يجب التأكيد بأن الزراعة والثروة السمكية كانت أنماط حياة العمانيين ومصادر دخلهم ومعيشتهم قرون طويلة، وتظل هذه القطاعات يعني رئيسية، يعني قطاعات رئيسية ومهمة لأبناء الشعب، ويعمل فيها عدد كبير من أبناء هذا الوطن. الحيازات الزراعية لو نتحدث عن حوالي 250,000 حيازة زراعية اليوم، تقريبا كل عماني إما يعمل في هذه المزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي هو مرتبط بهذه الثروة الوطنية. هنالك أكثر من حوالي 45,000 من أبنائنا يعملون في قطاع الثروة السمكية، وهذا أيضا يدل على اهتمام هذا الوطن وأبنائه بهذه الثروة. الوزارة الحقيقة ماضية قدما، وهذا يعني بفضل دعم المستمر والكريم لمولانا حضرة صاحب الجلالة، ويمكن في ساحل الشامخات يعني تأكد على الثروة المائية والسمكية، وذكرت أنا بعض الأرقام في حينها. احنا الحمد لله باشرنا في المضي قدما في الخطة الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية خلال السنوات من 2011 إلى 2013، الإنتاج زاد حوالي
35%، وهذا رقم قياسي الحقيقة أن تزيد مستويات الإنتاج من المصادر الطبيعية، وحوالي 31% في قيمة هذا الإنتاج. وبالتالي هذا يعزز الرأي بأن هذا القطاع وقطاع الزراعة ممكن يكون مصادر أساسية للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. نعم. وأكثر من هذا الشيء يحقق الاستقرار المجتمعي، أن تذهب لأماكن معيشة الناس، وبالتالي توفر لهم سبل العيش الكريم، توفر فرص عمل، دخل مناسب، تخلق أنشطة عديدة لأبناء الشعب. نعم. مولانا وافق على دعم القطاع التو السمكية بالإضافة لمخصصات القطة الخمسية الحالية ب 509 مليون ريال عماني، تستخدم حاليا في بناء منظومة متكاملة لموائن الصيد ولبناء أسطول الصيد. نحن اليوم 98% ونص تقريبا من إنتاجنا هو عن طريق القوارب الصغيرة والتقليدية الصيد الحرفي. إيه إيه. احنا لازم ننتقل لبناء أسطول حديث، وماضين قدما، ولدينا برامج في الحقيقة طموحة ومجزية لتقديم الدعم لأبنائنا من يغرق في استحواذ سفن الصيد الحديث، ماضين قدما في بناء الأسواق، ماضين قدما في التشريعات والأنظمة وكل ما يتعلق بالثروة السمكية، شغالين أيضا على الخطة الاستراتيجية 2040 بالتعاون مع البنك الدولي، وحاليا أيضا في المراحل النهائية للانتهاء من الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة 2040. نتأمل إن شاء الله الشهر القادم نستلم المسودة النهائية لهذه الاستراتيجية. نعم. كل التوفيق. الماضي الحين أيضا آسف بس أقول هذه الكلمة. تفضل معكم. الإعداد الزراعي. إيه؟ كل المؤشرات أخي خالد، كل المؤشرات الحقيقة تشير إلى ارتفاع الإنتاج وارتفاع عدد الأشجار وارتفاع أيضا أعداد الثروة الحيوانية وبشكل لافت. هذه كلها تدل أنه في هذا البلد في الكثير من الخير والعطاء ممكن تنميته، وبالتالي زيادة الإنتاج من الغذاء إلى اليوم طبعا أمن غذائي لهذا الوطن. بالضبط. وساعين إن شاء الله وكلنا أمل ونعمل بدون أي يعني لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة والسامية بمشيئة الله. كل التحية والشكر لمعالي الدكتور فؤاد ساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. شكرا معاليكم، شكرا جزيلا لكم، وشكرا لجهودكم. شكرا أخي خالد، وكل عام وعمان بخير وسلام. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم. ترحيب خاص من جديد أبو محمد الشيخ سالم النعماني، حياك الله أبو محمد. يا هلا وسهلا. الله حيك. كنا في حديث أن الإنسان لا يحتقر ما يقدمه. بالضبط. ولو كان قليل. نعم. لكن قليل دائم خير من كثير منقطع. الله. ولذلك الصحابة لما جاء الرسول، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني يصومون كما صومون إلى آخره، فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ثم ذكر لهم بمعنى أني أنا في ميداني وأنت في ميدانك وهي في ميدانك وكل واحد في مجاله يعطي النتيجة، نحقق هدف سامي يستفيد منه المجتمع والمقيم. بالنسبة لكلام معالي جميل في قضية الاهتمام بالصيادين وتوفير لهم القوارب الصيد الجميلة، أنا أدعو الشباب حقيقة لأن في البحر في ثروات عجيبة وغريبة. لذلك الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الأحيان تدركهم الصلوات في وهم في البحر، يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا، سفن صغيرة أيام الشاشة ويام القارب الصغير. نعم. وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا. أفنتوضأ بماء يعني البحر للشرب. أيوة. أفنتوضأ بماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء هو الحل ميتته. الله. الله. جميل جدا، أنت صاحب حرفة. أنا دائما كنت في قناة القرآن الكريم، تحية طبعا لهم يحييكم إذاعة القرآن الكريم، يسلمون عليكم إحنا إذاعة الشباب والإذاعة العامة، يسلمون عليكم إيران قريبين. فنقول إن لا تحتقر أنت في بعض الأحيان، يبدأ من الشيء الصغير صحيح ويكبر. وذكرت لهم مثال أن الخير موجود صحيح، والأرض فيها ثمار طيبة نحتاج إلى أن نقطفها، فيها أرض صالحة نحتاج أن نبذر فيها. على سبيل المثال الزراعة مثلا أو المزارع، هو ذكر عن الحيازات الزراعية. بالضبط. أنا أدعو الشباب جميعا إلى عدم الاتكالية وتركها
للغير. احنا نحييهم الغير، جزاهم الله خير ما قصروا. ايه؟ لكن ايضا ما حق قلدك غير ظفرك وتولى وما كل شيء نعطيهم عليه ونعتمدهم كل شيء عليه. كل شيء كل شيء كل صعب. شيء لا، في بعض الاشياء وفي بعض المهن والحرف يعني اهل الدهر ادرى بها عشان تكون الجوده هي الله. نحن كثير من الاشياء، مرة بعض الإخوة قائم على الزراعة يقول أحدثنا في تركيبة تسميد بعض الشيء فزداد، فرجعت بضاعتنا من اليابان. يصدروا زراعة من الباطنة إلى اليابان. إيه إيه. بسبب يعني شيء إضافات معينة. إضافات معينة. إيه إيه. فإذا أنت ما تقوم كمزارع عماني بنفسك بحيث أن تصدر هذا الزراعة من عمان مكتوب عليها عمانية، الناس معطينك ثقة. صحيح. لما علموا لك من عهودك ومن يا عمان نحن من طبعا. عهد النبي أوفياء من كرام العربي الله. إيه؟ فالناس ينتظرون لو خلوا فينا ثقتهم وما يعرف أن أنت بعطنها لأي عامل فلو آخر. فلو هو وجد شيء آخر قال أفا هنا الأمور التي كنت أظنها الثقة. من مأمنه يؤتى الحذر أو كل من ترجو به دفع البلاء سوف يأتيك البلاء من قبله. نحن نهمس في آذان الشباب حقيقة وهم يستذكرون مثل هذه الأيام ومثل هذه الإنجازات ويشاهدونها أن يحافظوا عليها وأيضا ينتظموا في سلك إخوانهم الذين بدوا وماشي داعي إلى الكسل. صحيح. وأن السماء لا تبطلها بنو الأفضل. ذكرني بقول الصحابي الجليل دلوني على السوق. الله عبد الرحمن بن عوف وبمر الزوج بعدها. صح. أقول فلان علمك ما متزوج قال بعدني ما إيش يقول ما بعدني ما 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 مجهز عمري. لا وإن ما مسوي مأمن مستقبلي. ما مأمن. أمور طيبة. أه. يعني عبد الرحمن بن عوف. نعم. يعني لما جاء من مكة إلى المدينة. نعم. قالوا له أخو بينه وبين أحد الصحابة وهذا من تمام أتقاسم بيتك. أيوة. وغيره. نعم. الوطن لا يعمر إلا بالأخوة أيضا وتبادل المصالح والناس للناس من بدن واحد ومحبة. فقال عندي زوجتين عندي. قال بارك الله لك في مالك وأهلك وفي أهلك. نعم. دلني على السوق. الله شوف هالقول. فأخذ يبتاع أقط وسمن وعسل أمور طيبة. بعد كم يوم جاء وفي ثوبه أثر صفرة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني كان. إيه؟ قال يا رسول الله سوقت امرأة من الأنصار. قال كم دفعت إليه؟ قال نواة من ذهب. الله. من أين جاب هذه النواة؟ إيه. وذكرنا قصة القدوم. يعني صحيح. واحد من الناس جاي يطلب صدقة. يقول للرسول إذا جتك أموال صدقة أعطيني أنا. بعض الشباب الله يهديك حتى لو عند ابوك ابو محمد ما بيقصر ابوك جزاه الله خير. صحيح. امك ما بتقصر واوقات امك تعطيك مورد كواليس زين غير ما يعرف الابو غير ما يعرف الابو. صح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت مره امراه تشكو الي بخل زوجها. إيه؟ ان زوجي كذا. قال خذي ما يكفيك وولدك المخبأ بالجيب خلي الجيب متروسه وانت طالع. زين ف قال تعال ايش عندك في البيت؟ قال عندي حلس وقعب يعني اناء. إيه؟ وعندي كذي الحافة وحن نسميه. نعم. مثل ابو لابسنا. نعم. زين لابس وشاح امور طيبه. زين فقال هاتها. الله. من ياخذ هذه؟ قال واحد من الصحابه انا بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد مزايده. الله. قال واحد من الصحابه انا بدرهمين. خذ بدرهمين قال هذا انفقه على اهلك وهذا الدرهم الثاني اشتري به قدوما. ايوه. فلما جاب القدوم جاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخشبه عشان. آه. نعم. فوضعها في شوف تواضع النبي. الله. شوف تعليم. الله. يا سلام. الله. انا اقول للاخوان الائمه والوعاظ والمرشدين والمربين امور طيبه. ايه اين بدل اروح انا؟ انا موجود زين عابدين مسلم الدفه. امور طيبه. زين زين فحط قال لا تاتيني الا بعد اسبوعين بمعنى الكلام. هذا عليه الصلاه والسلام يقول للصحابي. آه. وجاه عنده 15 درهم ما شاء الله. ايوه. اشتغل من درهم الى 15 طبعا. فالحمد لله فدان خير ونعمة. مسلم دائما يعمل. نعم. يجتهد. حبنا للوطن. نعم. حبنا للقائد الوطن يعني ان ان ان, أن نكون في محل الثقه. صحيح. احنا ما نكمل حديثنا يوم السبت القادم على اذاعه الشباب. امورنا طيبه من وحده الى ثلاث ان شاء الله. بتكون هاي الهبات موجوده بها جدا. تسلم. الشيخ بستغل الفرصه 44 عام. نعم. انجاز عطاء مسيرة مستمرة الكل شارك فيها. إيش مطلوب اليوم من أولادنا وبناتنا؟ الجد والاجتهاد.
أنا دائما أقول لما تشعر بالنجاح أسنده إلى كل من له يد. صح. ليسوا رجالا لا نطيق وصفهم لكنهم قدوا وقصرنا الخطى. دائما عندنا ثلاثة أمور لازم نحققها. ذكر الماضي. نعم. العمل في الحاضر. صحيح. التفاؤل بالمستقبل. الله. وأمورنا طيبة. جلالته عزه الله في كل خطاب حتى خطاب الأخير لله سبحانه وتعالى. أيوة أيوة. هكذا يقول. نعم. تعليم. يعني الحمد لله سبحانه وتعالى على ما أعطى. الله. ومنح. وينسب أيضا ما أنجز. شوف محمد. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله. من الله. أيوة. نعم. هذا حمد تميز أن تسند نعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. صحيح. ثم علينا حن علينا ديون حل الوطن. نعم. أنا مرة دخلت مدرسة مكتوب على بابها وللأوطان في يد كل حر وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. الله. أيوة. الله. خليك واعي. صحيح. أمورك طيب في الروب وفي الطاء. والإنجاز هكذا يقول جلالته بعد الله سبحانه وتعالى. أيوة. للمواطن. أيوة. أنتم من شاركتوا في هذه التنمية وهذا في تعزيز. صحيح. أنت لما تشعر أنك أنت لك يعني مساهمة ولك أثر بتزيد وهو واقع الحقيقة. لكن لو قال أنتم ما مسوين شيء وأنا مسوين هذا بتكون مسير صعب. كل تحية شيخ سالم النعماني. أشكرك. فرصة ما أقدر أفوتها اليوم غير أكون موجود معي. وهذا قصر. وبخليك مع عابدين وبدر ما تقهويت معنا. لا تقهويت. قهوة رائعة يعني ترى. شكرا جزيلا شيخ سالم النعماني. في مسيرة رائعة بعد شوي بنتعرف عليها. من وين طالع المسيرة الآن في هذه اللحظات؟ من بيت البركة البيت العامر لمولانا عزه الله وإلى شوف هذه إلى قصر العلم العامر بمسقط بمدينة مسقط بولاية مسقط بعد شوي. وإنه يسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. قابوس الأمل الزاهر قابوس المجد الوافر قابوس العز الباهر قابوس الحب الطاهر قابوس الأمل الزاهر قابوس المجد الوافر قابوس العز الباهر قابوس الحب الطاهر قابوس الخير الظافر لعمان الأب الساهر وأمن بلاد الزاخر وبعيد الوطن نفاخر وذخر وفخر عمان قابوس الأمل الساهر قابوس المجد مسيرة وتحية طبعا من 5 شهر ومستمرة هذه المسيرات العفوية بهذا الشكل الجميل والراقي والرائع تعبير عن الحب والانتماء لهذه الأرض الطيبة وللقائد الوالد مولانا عزه الله. في مسيرة الآن حلو توقيتها ومكانها أيضا وانطلاقها من بيت البركة البيت العامر لمولانا عزه الله باتجاه شارع السلطان قابوس إلى وصولا إلى ولاية مسقط إلى قصر العلم العامر هناك. البثين البلوشي من المنظمين لهذه المسيرة. البثين. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا بك. تحية لكم وتحية للشباب الرائعين اللي موجودين معاك الآن. وين نشكرك على هذا البرنامج الرائع. نحن حاليا متجمعين بقرب من القصر العامر بيت البركة. نعم. متجهين بإذن الله تعالى إلى القصر العامر مسقط. بالسيارات صحيح؟ هي نعم بالسيارات. بالسيارة. شباب معنا مزينين سيارات ومجموعة كبيرة من الشباب
طبعا شكر خاص للاستاذ علي المحضار صاحب محل اوتو ارت فن السيارات اللي دعمنا وساعدنا فيها، وشكر كبير ايضا لشرطه اعمال القطانيه اللي تمت الموافقه على هذه المسيره الجميله. كشيء رمزي وشيء بسيط نقدمه لصاحب الجلاله هذا لا يعتبر شيء يعني، ولا للوطن اهم حاجه يكون. وهو جميل ان الواحد بتلقائيته كيف ما كان هذا التعبير تعبير واصل وتعبير صادق الحقيقه من الجميع. بثين تتذكر كم سياره الان يعني الانطلاقه بكم سياره تقريبا؟ والله حاليا نحن قرابه 20 سيارة، 20 سيارة متزايد ونحن ننتظر. من يسمعنا الان، من يسمعنا الان وحاب انه يلتحق معاكم يا البثين؟ يا مرحبا بك، حياها الله، ونحن ننتظر. انتوا وقفنا الان في المعبيله من بعد محطه مصر الشل المتجهه الى قصر بيت البركه العامر. جميل، محددين ساعه معينه للانطلاق لانكم بتدخلون على صلاه المغرب بعد شويه؟ والله ان شاء الله، بس للان نحن ترى العدد في تزايد فما نقدر نحن نتحرك ونسبق المسيره او الشباب اللي تفوتهم، فنحن ننتظر لان المتوقع انها تكون 80 سياره الى الان. ممتاز ممتاز. اذا طريقكم الان من بيت البركه العامر، بيت مولانا جلال السلطان الله يحفظه ويعود الينا سالما معافى، الى قصر العلم. هي نعم، قصر الرمزي لنا البركه العامر. ممتاز. الى قصر العلم طبعا بنمر على اغلب ولايات محافظة مسقط محافظة مسقط ولايات. نعم، نعم. السيب، وفيما بعد انتوا رايحين الى السيب وانت طالع الى بوشر. والى صوب مطرح ثم الى المطرح الى قصر العامر مسقط. قول لي المسار من فضلك، يعني انتوا بتسلكوا شارع سلطان قابوس شارع المطار صح ولا شارع سريع؟ نعم، لا نحن بنطلع من شارع سلطان قابوس الشارع العام المؤدي الى قصر العلم مسقط. ممتاز. المدخل من مطرح ولا من الوادي الكبير؟ لا نحن ظهرنا بنروح لوادي الكبير، نعمل لفه كامل الى ما نوصل الى قصر العلم. يعني الوادي الكبير وانتم رايحين البستان سداب وفيما بعد الى قصر العلم صحيح؟ او هي الفكره الثانيه انها ممكن تكون من مطرح الشارع البحري، نحن نمر بالميناء. هي نعم، الشارع البحري بالميناء. فللآن يعني في اتفاق بين الاثنين، في تحايد بين الاتجاهين. الاتجاهين جميلين الحقيقة. ومن يلتحق بهم في شروط معينة للالتحاق بكم ولا الأمر طبيعي؟ زين سيارتك والتحق معنا. ممتاز، جميل جدا، وحافظ على السرعة والانتظام والترتيب. طيب السرعة والانتظام أهم شيء، عندنا السلامة أولا. يعني الحمد لله الشباب واعي اللي معنا طبعًا، والسرعة قانونية طبعًا. طبعًا كمسيرة مثل ما خبرتك شيء رمزي، ولازم الواحد إنه يلتحق بالإجراءات السلامة والأمن الموجودة جدًا. ومعكم أخواننا في شرطة عمان السلطاني اللي نوجه لهم تحية كبيرة الحقيقة. نعم، وتحية خاصة لمعالي المفتش العام محسن الشريقي. شكرًا جزيلًا للبثين البلوشي، شكرًا جزيلًا لك، وتوصلوا بالسلامة ونفرح إن شاء الله بعودة مولانا جلال السلطان الله يحفظه. شكرًا جزيلًا لكم. الله إن شاء الله، الله يعود سالم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. على هذا اللقاء. بارك الله فيك حبيبي. شكرًا. شكرًا. احنا الساعة 4 في عندنا نشرة اخبار، وبعدين في فريق اخر بيستلم الدفة ان شاء الله اخواننا من صلالة، وبعدين نرجع الى مسقط ومستمرين معاكم ان شاء الله الى ما بعد منتصف الليل. عندهم الكثير في البرامج المفتوحة، البرنامج المفتوح خلال الإذاعتين، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، في الكثير والكثير. وأنا متأكد أن أيضا أنتم كمستمعين عندكم الكثير اللي ممكن تقولوه خلال الفترة المفتوحة. أنا تشرفت أن أكون معكم من الواحدة إلى الآن، هذه تحياتي أنا خالد زجالي. شكرا لفريق العمل الرائع اللي موجود معي، تماذر الوهابية، شكرا جزيلا تماذر، شكرا خالد الحجري، شكرا لشابين رائعين بدوا معانا العمل في الإذاعة ومع فريق الإعداد، أنس المشيفري. خلنا نشوف أنس، شكرا جزيلا لك أنس، شكرا عبد الله البلوشي أيضا، شكرا عبد الله، شكرا لفريق الإخراج بدر الندابي، شكرا عابدين البلوشي، هاني أيضا كان موجود معنا، السعدي، خالد أولاد ثاني، حمد الوردي، شكرا منى، شكرا منى المسلمية رائعة كعادتك الرائعة في البث المباشر، شكرا للأستاذ محمود عبيد، شكرا للأستاذ سالم الكثيري مدير الإذاعة العامة، شكرا للأستاذة أم محمد عفراء الإحيائية مديرة إذاعة الشباب، شكرا شكرا محمود عبيد ذكرته، شكرا لكل الشباب الرائع الجميل، وتحية كبيرة للماسترو
طبعا أبو عمر أستاذ محمد بن سعيد البلوشي، وشرفنا قبل قليل معالي الدكتور رئيس الهيئة وسعادة النائب أيضا، شكرا جزيلا للجميع. يعني خلية نحل كلنا الحقيقة نعمل في هذا اليوم الجميل والرائع. تحياتي أنا خالد زجالي، ودعواتكم جميعا للوالد القائد ولهذا الوطن العزيز، من يكون وطن محبة وخير وتآلف، ونسعى جميعا لإسعاد بعضنا بعض ونستمر في هذه المسيرة الخيرة. ودعائنا للوالد القائد عزه الله بن يعود إلينا سالما غانما معافى، آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم جميعا بألف خير والسعادة، في أمان الله. وإنه يسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها. عسى ربنا يحماك والصعب ولايلك بيهون، يلا عسى ربنا يحماك، انت الوفا والكرم والعون، كل الفخر باسمك ولقياك، انت الوفا والكرم والعون، كل الفخر باسمك ولقياك، كل الفخر باسمك ولقياك.